اوكي نبلش. السلام عليكم جميعا، كيف اخوان؟ ان شاء الله بخير. انا زميلكم محمد شطناوي طالب طب سنه ثالث. اليوم ان شاء الله راح نشرح المحاضره الثانيه من الرينال سيستم، والمحاضره جدا سهله وان شاء الله بدي احاول صراحه ما اطول عليكم الفيديو، بدي احاول قد ما اقدر ان اخليه قصير بدل ما نطول كثير بالحكي. نبلش. التيوبولر ري ابزوربشن الا وهو اعاده الامتصاص للميتوبيول. احنا حكينا بالمحاضره الماضيه احنا في عندنا كثير عمليات بتصير داخل اللي هو النفرون، من جلوميرول فلتريشن، من سكريشن، ومن ري ابزوربشن. واحنا اليوم راح نحكي عن السكريشن والري ابزوربشن بشكل اساسي. نحكي اول شيء ذا تيوبولار ري ابزوربشن بحكي لك هي اي فيري سيلكتيف اند فاريبل بروسيس بيكوز وي اونلي نيد تو ري ابزورب امبورتنت سبستانسز اند از ريجوليتد باي ديفرنت ميكانيزمز. اعاده امتصاص المواد من التيوبول، هسه احنا بدايه اول شيء بتيجي انت عندك الدم عن طريق الافيرنت ارتريول الى الجلوميرولس بس له فلتريشن، صح؟ واحنا حكينا انه الاخضر واليابس له فلتريشن، ما بتفرق معه، بس ايش اللي ما بيسوي الفلتريشن؟ البروتينز والار بي سيز. فانت في عندك تقريبا كل المواد الموجوده هون راح يصير لها فلتريشن. طبعا احنا قاعدين بنحكي عن 20% من البلازما، ولكن مش هاي 20% كل شيء قاعد بيطلع معها. فانت عندك الجلوكوز، الامينو اسيدز، الايونات، اليوريا، كل شيء قاعد بيطلع بالفلتريشن. عندك في بعض المواد زي الجلوكوز، الامينو اسيدز، احنا بنحتاجها عندنا بجسم الانسان، ما بدنا نتخلص منها باليورين، وبالتالي راح يصير لها عمليه اسمها ري ابزوربشن، اعاده امتصاص. انه احنا صحيح سوينا فلتريشن اللي هو فرون والتيوبولز، ولكن سنعيد امتصاصها مرة أخرى إلى وين؟ إلى داخل الدم عشان ترجع تدخل إلى داخل جسم الإنسان. فبيحكي لك هاي العملية it's a very selective process، يعني حرفيا بتصير، يعني انه اذا صارت الجلوكوز ممكن ما تصيرش اللي هي مثلا الجلوكوز الثاني، يعني حرفيا very very selective، كثير خاصة بالمواد اللي راح تمتصها. وبالتالي مثلا عندك اللي هي تشيلن تبعت الجلوكوز فقط تمتص الجلوكوز، تشيلن تبعت الامينو اسيدز فقط تمتص الامينو اسيدز، وهكذا. it's a variable process، المقصود والله حسب حالة جسمك هذا النفرون راح يروح يشتغل على ايش والله بده يمتص. يعني مثلا انت لما تحكي والله عن water reabsorption، اعادة امتصاص الماء من هذه التيوبيولز، اكيد مش والله مش منطق انك انت تشرب ان انت مثلا تمتص مي بشكل طبيعي وانت مثلا ديهايدريتد بنص الصحراء. اكيد ممكن ديهايدريتد وانت نشفان والله حاسس والله صار لك يوم مش شارب مي، اكيد حرفيا جسمك قاعد بمتص كل ذره مي بتفوت على الكدني عشان بده يحاول يخلي كل المي وين داخل جسمه عشان قاعد بيصير حاله ديهايدريشن. بينما انت قبل السحور بتطرق لي 4 لتر مي، اكيد انت صرت اوفر هايدريتد، فانت بتصحى الصبح بتفوت الحمام بتقعد نص ساعه، ليش؟ عشان تفضل لتر اللي انت شربته قبل ما تنام. وبالتالي صار عندك الري ابزوربشن قبل بعد السحور ماله كثير قليل الووتر وطلع كلياته باليورين عشان صار عندك اوفر هايدريشن وشرب الماء كثير. ولكن مثلا وانت بالصحراء وانت كثير ديهايدريتد اكيد الري ابزوربشن المي راح يكون تقريبا 100% عشان تقدر ايش؟ تقدر تحافظ على كل ذره مي عندك في جسمك. وبالتالي هي اتس ا فاريبل بروسيس، والبروسيس تختلف حسب الحاله انت فيها. ممتاز. filtered substances are transferred from the tubular lumen to the peritubular capillaries. اسمها reabsorption، إعادة امتصاص. طيب هذا إعادة امتصاص من وين لوين؟ بصير من اللي tubules باتجاه الجلوميرولس، او عفوا باتجاه اللي هو البيريتيوبولار كابيلاريز. احنا بنعرف من الجلوميرولس بيجي على افيرنت ارتريول بسبب الجلوميرولس بيطلع منه ايش؟ افيرنت ارتريول. الافيرنت ارتريول بيروح حوالي التيوبيولز وبعض الكابيلاريز. شو سميناها الكابيلاريز؟ بيريتيوبولار كابيلاريز، اسمها بيري اي حول، التيوبولار اي التيوبيولز، وكابيلاريز اي انها شعيرات دمويه. وبالتالي هاي الشعيرات الدمويه حول التيوبيولز راح يصير لها عمليه ري ابزوربشن وتاخذ المواد من التيوبيول باتجاهها. بحكي لك the return of substances to the blood is needed to maintain the composition of ECF. Only excess material are eliminated. بحكي لك انه احنا والله انه نرجع المواد من اللي هو من التيوبيولز باتجاه الدم، هذا اشي احنا مهم لنا كثير عشان نقدر نحافظ على الكومبوزيشن اوف اي سي اف. شو انا قلت لك انه عندك بالفلتريشن طلع الاخضر واليابس كل اشي، فتخيلوا يا اخوان والله إن مثلا الايونات اللي طلعت هون كل الايونات رح تطلع مثلا لبرا، فانت قاعد تحكي والله انه الايونات الصوديوم اللي قاعد تطلع والكالسيوم والبوتاسيوم وكل شيء قاعد بيطلع باليورين، وبالتالي اكيد شو راح يصير عندنا كميتها بالجسم؟ راح تقل وراح يصير فيها اختلال، فلازم احنا نسوي له ري ابزوربشن لهي الايونات عشان نقدر نحافظ على الكومبوزيشن وعلى المكونات الموجوده وين؟ في الاي سي اف، اي في المقصود فيها بالاكسترا فلويد وخاصه البلازما يعني المقصود فيها. Only excesses of material are eliminated. وهي جمله كثير مهمه صراحه، بحكي لك فقط اللي هو الزياده من حاجات الماتيريالز are eliminated، يعني اذا انت عندك صوديوم كثير والله بتخلص من الزياده فقط، اذا انت عندك اللي هي مواد مي كثير تخلص من الزياده، فانت عندك الاكسسز they are actually eliminated. Reabsorption rates are high 124 في 125 اللي هي مليلترز فلترد بير مينت. احنا بنعرف انه انت في عندك اللي هو انت في عندك اللي هي كل دقيقه بس عندك اللي هي فلتريشن 125 مللتر،
وحكينا في المحاضره الماضيه انه 99% من هذا اللي هو الري ابزورب، من هذا اللي هو الفلتر عفوا، بس اللي هو الري ابزوربشن صح. وبالتالي انت قاعد تحكي عن 125 لتر صار فصار الفلتريشن و124 ملي لتر منهن صار ري ابزوربشن، يعني قديش طلع عندك باليورين ملي لتر واحد، فاهم علي كيف؟ فبيجي بيحكي لك الجلوكوز والامينو اسيدز ار اولموست كومبليتلي ري ابزورب. احكي لكم يا اخوان الجلوكوز والامينو اسيدز ار 100% ري ابزورب، يعني المقصود كل ذره جلوكوز وكل ذره امينو اسيد بتطلع من الفلتريشن باتجاه التيوبيول راح يرجع يطلع من التيوبيول يفوت على وين؟ على البيرتيوبولار كابيلاريز 100%. عشان اذا طلع اصلا هذول اللي هو الجلوكوز امينوز في اليورين هذا يؤدي الى هذا انه يدلك على امراض داخل الكدني، منها اللي هو الدايابيتس والسكر على سبيل المثال لو كانت الجلوكوز، او مثلا هي امينو اسيدز ممكن والله تؤدي للجلوميرولونفرايتس عندك عليها اشياء مش كثير مهمه هسه حاليا في هاي المرحله. بيجي بيقول لك ار كوم اور اولموست كومبليتلي ابزوربد اند يوزوالي دو نوت ابير ان ذا يورين، يوزوالي دو نوت ابير ان ذا يورين، وهي صراحه المفروض انه ما يكونوش موجودات داخل اليورين. بيقول لك 99% اوف ووتر از ري ابزوربد اند 99.5% اوف سولت از ري ابزوربد. وبالتالي صار في عندنا الجلوكوز والامينو اسيدز 100% ري ابزوربد، 100% ري ابزوربد. الووتر الميه 99% من الميه بصير هي ري ابزوربشن. السولت المقصود في السولت الايونات يعني المقصود فيها ان بلس والى اخره، هي اللي هي ال ACL يعني المقصود فيها بالسولت، 99% من هذا السولت بصير له ري ابزوربشن. سولت 99.5، المية 99%، الجلوكوز والامينو اسيدز 100%. ممتاز. Substances are reabsorbed or secreted by being transported first across the tubular epithelial cell into the interstitial fluid. منطقيا انت عندك هون اللي هو التوبيول وعندك هذا الكابيلاري، كيف بده ينتقل الماده من هون لهون؟ اكيد في بالنص عندك هون ايش؟ سائل اللي هو interstitial fluid يا اخوان، حرفيا نفس اللي هي بين الكابيلاريز والتيشوز العاديه. الكابيلاري بيطلع المواد تبعيته، اذا بتتذكروا لما حكينا عن اللي هي كيف الكابيلاريز بتطلع المواد اللي هي الاكسجين والنيوترينتس لما توصل اللي هي اي تيشو عندنا في الجسم، الكابيلاريز بيكون ماشي فيها الارتيريال بلد، ولما توصل هناك بتطلع كل شيء فيها من جلوكوز واكسجين والاخري انترستيشل فلويد، وراح تاخذ الخلايا تلتقط حرفيا هاي الاكسجين والنيوترينتس وتفوت عليه داخلها. هون نفس الشيء، انت عندك اللي هو التيوبيول قاعد بيطلع كل المواد اللي فيه الى الانترستيشن فلويد اللي هون، وبعدين هاي المواد ستنتقل الى داخل ايش؟ البيرتيوبل كابيلاري بميكانيزمز عده، سواء كانت اوزموسس بالميه، سواء كانت بنواقل اللي هي الايونات والى اخره، بحيث بالاخر تفوت على البيرتيوبل كابيلاري وتفوت على الدم وترجع الى داخل جسم الانسان. Then through the peritubular capillary wall into the blood and to be returned to the general circulation. وبالتالي بعد ما تطلع من التيوبيول باتجاه الانترستيشال فلويد هذا راح ينتقل هذه المواد الى البيريتيوبلر كابيلاري، ومن البيريتيوبلر كابيلاري وين راح تروح؟ منطقيا شو انا بدي داخل الكابيلاري؟ عندنا البلد عندنا الدم يا اخوان، راح تنتقل الى الدم، ومن الدم راح تروح الى الجنرال سيركيوليشن اكيد، وهي عباره عن الدوره الدمويه داخل جسم الانسان كامله عشان ترجع كل التركيز الى حالته الطبيعيه. بيحكي لك keep in mind each tubule each عفوا keep in mind each tubular epithelial cell has two membranes. انت لما تيجي تطلع والله على هاي الخليه مثلا اللي هي خليه الابيثيليال سيل، هاي انت عندك هاي الخلايا التيوبيول، شايفين هاي الخلايا يا اخوان؟ هاي خليه 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 كبرناها وحطينا واحده هون، اوكي. هاي الخليه اذا انك ملاحظ في لها ممبرين مقابل للومن او اللي هو اللي هي داخل التيوبيول المقصود فيها الداخل اللي هون، وفي عندك انت الجزء الثاني اللي هو الخليه مواجه لمين؟ اللي هو البيريتيوبولار كابيلاري هذا اللي هون صح. بيحكي لك انه انت عندك اللي هو اللومن او اللي هو عباره عفوا الممبرين المواجه لللومن، المواجه لللومن المواجه للي هو داخل التيوبيول سموه لومينال ممبرين، لومينال ممبرين، او اعطوه اسم ثاني ابيكال ممبرين، لانه في عندك انت الشعيرات اللي هو الشعيرات بشكل عام دائما بتدلك على ايش؟ على سطح الخليه، فاقول لك اسمها ابيكال ممبرين. بينما انت في عندك اللي هو انت عندك اللي هو السطح الاخر مقابل لإله سموه بيزولاترال ممبرين، بيزولاترال لاترال لانه جاي على اللاترال تبع الخليه اي من الخارج، وبيزو اي اللي هو بيس، عشان قلت لك هذا اللي هون عليه شعيرات شو سميناه؟ الابيكال او السطح او اللي هو القمه صح؟ فشو راح يكون مقابلها؟ البيس او القاعده، فسميناها بيزولاترال ممبرين اي اللي هو عباره عن سطح المقابل لمين؟ للفيزز. فشو بحكي لك؟ ايتش تيوبيلر ابيثيليا سيل هاز تو ممبرينز، اللومينال ابيكال ممبرين هذا اللي هو اللومينال ممبرين او الابيكال ممبرين المواجه للومن، ما بدي اعلم اسمه اللومينال ممبرين لانه ايش؟ في سيز ذا لومن يعني هو مقابل للومن فسميناه لومينال ممبرين، وابيكال ممبرين لانه حرفيا هو جاي على القمه او سميناها على قمه الخليه. طيب المقابل الابيكال شو سميناه؟ ذا بيزولاترال ممبرين، اي انه بسوي البيس تبع هاي الخليه. لايز ان كونتاكت وذ انترستيشال فلويد ذا سبيس بتوين ذا لومن اند ذا بلاد فيزلز، وانا قلت لك
انه هاي اللي هو الطبقه الخلايا اللي هون عندك موجوده انت هو طبق اللي عفوا اللي هو الممبرين تبع الخلايا الموجوده من هاي الجهه راح تكون مع الكونتاكت مع مين؟ مع الانترستيشال فلويد الموجود هون، بحيث انه اي ماده قاعده بتطلع من هاي الخليه باتجاه عشان يصيرها ري ابزوربشن يعني باتجاه البلد فيزل، اول شيء راح تروح الانترستيشيوم، ومن الانترستيشيوم هاي المواد راح تنتقل لوين؟ على البريتيوبلر كابيلري زي ما قلت لك، راح تنتقل من هون من الخلايا او اللي هي من داخل اللومن عبر الخلايا الانترستيشيال فلويد، انترستيشيال فلويد الى وين؟ الى البريتيوبلر كابيلريز. ممتاز. وبالتالي لومن الممبرين فيس ذا لومن وبيزولاتر الممبرين ان كونتاكت وذ مين؟ مع الانترستيشيال فلويد يا اخوان. حلوين. سبستانسز كان بي ترانسبورتد ثرو ون اوف ذا تو روتس، بحكي لك المواد لما تيجي تنتقل من اللومن من هون من داخل اللومن الى الخارج فين طريقتين تطلع، لا ثالث لهم يا اخوان، يا انه بتطلع عبر الخليه انه والله في عندك نواقل داخليه قاعد تنقل هاي الماده، او انه بتنتقل بين الخلايا. لاحظين في عندكم زي هيك شقوق صغيره ما بين الخلايا قاعد تنتقل ما بين الخلايا او عبر الخليه. بحكي لك اذا انه انتقلت هاي الماده عبر الخليه اي من داخل الخليه وطلعت مره ثانيه، دخلت الخليه ورجعت طلعت منها، سميناها ترانسيلولار باث. والله يا اخوان الحلو بالفيسيولوجي انه كل شيء بالكلمات يفسر حاله. ترانس اي عبر، عبر يمر عبر، سيلولر الخلايا اي انه يمر عبر الخلايا، يخترق الخلايا ويمر من داخلها. وبالتالي those are substances here that are moving across the tubular epithelial cells through the special through special carriers، انه يعبر عبر across those tubular epithelial cells. كيف بنتقلوا؟ عن طريق special carriers وعن طريق نواقل خاصه لهذه المواد، حيث انه في عندك اللي هي مواد انت موجود عندك انت اللي هي عفوا carriers موجود على البزلاتر على اللي هو اللومينال ممبرين، وعندك انت carriers على وين؟ على بجلاتر الممبرين، تسمح لهذه المواد أن تنتقل عبر الخلية من جهة إلى أخرى. والنوع الثاني اسمه باراسيلولر. بارا معناها بين، وسيلولر الخلايا أي تنتقل بين الخلايا. سبحان الله. Substances pass through leaky junctions found in between tubular cells. قلت لكم في عندكم زي فراغات صغيرة ما بين هاي اللي هو الخلايا، أوكي؟ هاي الفراغات الكبيرة سيبك منها. في عندك هون ما بين الخلية والخلية من فوق في عندك إشي عبارة عن زي ارتباط صغير يربط الخلايا مع بعضهم، أوكي؟ ولكن هذا الارتباط ليس قوي، فيه فراغات. بسموه leaky junction، أي أن هذا الجنكشن وهذا الارتباط يسمح for the material to leak، ويسمح للماتيريال إنه تعبر عبره. وبالتالي الباراسيلولار باث بصير عن طريق مين؟ عن طريق الليكي جنكشنز الموجودة ما بين الخلايا. الترانسيلولار باث بصير عبر التيوبلر ابيثيليال سيل، اي عبر الابيثيليال سيل نفسها. كيف؟ عن طريق سبيشال كاريرز. فعشان الترانسيلولار باث عبر سبيشال كاريرز عبر اللي هو السيل نفسها، وباراسيلولار باث عن طريق اللي عبر اللي هو عبر الليكي جنكشنز ما بين ايش التيوبلر سيلز. ممتاز. رينال هاندلنج اوف ديفرنت سبستانسز. وي هاف ديفرنت سبستانسز ان ذا بلازما ان ايفنتشلي اول ويل بي فلترد. بحكي لك احنا لدينا العديد من المواد داخل البلازما، وكل هاي المواد راح تصير فلتريشن. وانا قلت لك كل المواد على البلازما راح تنخبط على وجهها وعمي اللي بوجهك على اليورين، ما عنديش انا يعني لا بقى صغير ولا كبير، ولكن البروتينز والار بي سيز احنا بنعرفها مش راح تصير فلتريشن، الباقي كلياته وين؟ راح تصير فلتريشن. ذا رينال سيستم هاندلز افري سبستانس ديفرنتلي. احنا زي ما حكي لكم انه احنا في عندنا مواد بتصير سكريشن، وفي عندنا مواد بتصير ري ابزوربشن. المواد بتصير ري ابزوربشن واعاده امتصاص اللي هو من اللومن باتجاه البريتيوبل كابيلريز، منطقيا شو راح تكون هاي المواد؟ اكيد احنا بنستفيد منها، اكيد احنا بدنا اياها داخل جسمنا، زي ما حكيت لك الجلوكوز امانو اسيدز السولت الووتر كل هذول المواد ايش؟ بدنا اياها داخل الجسم، فالجسم سيعيد امتصاصها من اليورين مره اخرى عشان تفوت على الدم. ولكن في عنا واذا بتتذكر قلت لكم في عندك 20% بس من البلازما بيجي من هون بصير فلتريشن، و80% بيطلع داخل هذا ال80% اللي بيطلع. تذكر قلت لكم في عندنا بضل مواد زي اليوريا زي اليوريك اسيد زي اللي هي يا هاي الشغلات اليوريا مثل اليوريا مثلا نفض اليوريا مثلا اليوريا مثلا هي مواد ماده احنا ما بدنا اياها بجسم الانسان صح؟ بتلاقي راح تصير لها عمليه سكريشن. وهسه راح احكي لكم عن ماده اسمها بارا امينو هيبيوريك اسيد او بي اي اتش باه، انا بحكي لها باه صراحه. الباه هاي يا اخوان راح تصير لها سكريشن 100%. يعني المقصود انت ما بتطلع من النفرون من هون الا وما في عندك ذره بارا امينو هيبيوريك اسيد الا وطلعت لوين؟ على اليورين. يعني 20% اللي هون طلعن كلهم بيطلعن ما بسوي ولا ذره ولا ذره ري ابزوربشن لإله، وهون كل شيء عندك بارا امينو هيبيوريك اسيد بس له ري ابزوربشن 100%، عفوا اللي هي بصير له سكريشن 100%. فنشوف والله كيف اللي هو الخليه كيف اللي هو الكدني وكيف اللي هو النفرون بيشتغل على مختلف اللي هي انواع السبستانسز. فشو بحكي لك؟ There is substances that is freely filtered but not reabsorbed.
او سكريتد، يعني ما بصير لها لا ريابزوربشن ولا سكريشن، بضلها متكله زي ما هي. انت في عندك بعض المواد بصير لها فلتريشن، وبعد ما يصير الفلتريشن بسبب اللي هي يعني على العديد من الاسباب، ولكن من اهمها انه والله ما لها نواقل لا هون ولا هون، لا بصير لها ري ابزوربشن ولا بصير لها سكريشن، وبالتالي كميه الماده اللي طلعت عندنا من هون بتظلها مكمله زي ما هي، بتطلع كاكسكريشن، لا بتطلع لبرا ولا بتفوت لجوا. عمي انت بتطلعني من هون، قديش تطلع مني انا بطلع، وبظلها طالعه زي ما هي. وبالتالي في عندك بعض المواد لا بصير لها ري ابزوربشن ولا بصير لها سكريشن، بحكي لك some substances will be filtered and excreted and none of it will be reabsorbed nor secreted. Rate of filtration, rate of appearance in the urine يعني. فبيجي بحكي لك المقصود انه والله قديش صار الفلتريشن والريت اوف فلتريشن اوف ذيس سبستانس، وقديش طلع عندنا من هاي السبستانس من الفلتريشن بروسيس، هو حرفيا نفس الكميه راح تطلع ايش بالاكسكريشن. بحكي لك the rate of filtration لهاي السبستانس will be the rate of appearance in the urine. ليش؟ لانه مره اخرى اللي قاعده بتطلع على اللي هو التوبيولز من الفلتريشن لا بصير لها ري ابزوربشن ولا بصير لها سكريشن، وبالتالي الكميه اللي بتطلع من الفلتريشن بضلها زيها زيها نفسها بتطلع مع وين؟ باليورين. وبالتالي the rate of filtration عندنا هو نفسه the rate of appearance in the urine، ونفس الريت اللي قاعد بيطلع زي ما قلت لكم بالاكسكريشن او the urine. ممتاز. بيجي بقول لك وبالتالي thus need او use عفوا to calculate the GFR. هاي منطقيا يعني صراحة احنا لما نيجي نحكي على المادة قاعد بصير الفلتريشن وبظلها طالعة زي ما هي زي المحترمة وطالعة بالاكسكريشن، لا بتطلع برا ولا بتطلع جوا، انا حلي ما بحبه، هاي قاعدتها بالحياة، بظلها ماشية وبتطلع بالاكسكريشن. ممتاز. وبالتالي منطقيا هاي المادة بما انه ما بصير في عليها اي تعديلات داخل التوبيول بتطلع زي ما هي لبرا، معناته منطقيا ايش راح قاعد على ايش قاعد بتدل لنا احنا؟ قاعد بتدل لنا على اللي هو الريت اوف فلتريشن، بين قوسين على الجلوميرولر فلتريشن ريت. وبالتالي هاي المواد اللي هي ما بصير لها ري ابزوربشن ولا بصير لها سكريشن وبتطلع من الفلتريشن على الاكسكريشن على طول زي ما هي، قاعده بتدل لنا على الجلوميرولر فلتريشن ريت. ليش؟ لانه احنا الجلوميرولر فلتريشن ريت ما في طريقه مباشره نقدر نقيسه، والله ما في ابره انا فوتها على النفرون والله اقيس، ما في شيء زي هيك. طب كيف انا ممكن اقيس الجلوميرولر فلتريشن ريت؟ عن طريق مواد تدخل عن طريق اللي هي مواد بصير لها فلتريشن من هذا الجلوميرولاي وبتطلع بالاكسكريشن زي ما هي. انا بقدر اقيس قديش نسبة هذا المادة بالجسم، وبعدين أقيس والله قديش الإكسكريشن على أساسه بعد مقارنة هاي الأرقام. طبعا هاي حسابات طويلة مش مطلوبة منكم أكيد، اللي هي عن طريق حسابات هاي الأرقام راح تقدر تحسب إيش الجلوميرولر فلتريشن ريت. وهاي الحسابات يا إخوان كمان حتى في سيستم اليو جي إس راح تاخذون ان شاء الله في السنه الثالثه، مش راح تنطلب منكم هاي الحسابات، هاي الحسابات كبيره كثير للمختبرات اصلا مش لنا كاطباء. وبالتالي هاي المواد اللي ما بصير لها ري ابزوربشن وما بصير سكريشن شو بتقدر تحسب لنا؟ الجي اف ار. وحطوا لي عليها الكالكوليتر تبع الجي اف ار مليار خط و4000 نجمه. ممتاز. طيب من امثله هاي المواد ومهمه جدا 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 الكرياتينين، وراح نحكي لقدام عن ماده اخرى الا وهي الانيولين. فانا انيولين وفانا كرياتينين هي مواد تخرج بالفلتريشن وما بصير لها ري ابزوربشن ولا سكريشن. وبحكي لك فانك اللي هي ثانيا the substance is freely filtered. substance تطلع بالفلتريشن، تمام؟ بحكي لك part of is reabsorbed into the blood. part جزء منها، فقط جزء. يعني طلع عليك كيف؟ امتى عندك هاي الكرياتينين على سبيل المثال، هاي اللي هي ايه كرياتينين طلع زي ما هو، لا طلع لبرا ولا فات لجوا، ظل مكمل زي ما هو زي المحترمين. بي بحكي لك partial reabsorption، بصير لها partial reabsorption، بصير لها امتصاص جزئي. يعني طلع كيف؟ انت والله المادة طلعت بالفلتريشن تمام، وفي عندك من هذا اللي هو peritubular capillary اخذ جزء صغير فقط لا غير من هذا اللي هو substance موجود هون، وفي عندك جزء طلع لبرا. يعني هذا اللي هو الفلتريشن انقسم الى نصين بعد الفلتريشن، جزء منه راح للدم وجزء منه طلع باليورين، مش كله راح للدم ولا كله راح يورين، جزء هون جزء هون، فسموها part of it راح للبلد. اوكي، اذا وهذا يعتمد depends on the need of the body we eliminate the of the body عفوا as we eliminate the excess and keep what we need. وبالتالي هاي المواد التي يمتص جزء منها تعتمد على حاجة البدي لهذه المواد، حيث اننا نتخلص من ايش؟ من الاكسس والزائد وبنخلي اللي احنا بنحتاجه. طيب ايش في عندك مواد انت بصير لها free filtration ويمتص جزء منها الى داخل الجسم؟ السوليو زي ان اي سي ال واللي زي ان اي بلس والسي ال. وانا قلت لك السولز قديش بصير لها ري ابزوربشن؟ 99.5 بصير لها ري ابزوربشن، بضل عندك نص بالمية. انت مستحيل من نص بالمية هاي؟ اكيد لا، والعكس الجسم بيقدر يزيدها وبيقدر يقللها باي ذا واي. يعني اذا الجسم مثلا بده يتخلص من زياده من الصوديوم بتخلص منه،
وبيقلل هاي النسبه اللي هي 99.5. عادي بكل بساطه بيقلل الري ابزوربشن بزيد السكريشن، عفوا اللي هو بزيد بقلل الري ابزوربشن ما بس يعني السكريشن الان بلس، بقلل الري ابزوربشن وبطلع كميه الان بلس زياده ايش باليورين عشان نقدر نتخلص من الاكسس تبع الجسم. وبالتالي البارشل ري ابزوربشن للمواد التي بتصير لها فلتريشن هي عباره عن جزئين عندنا في له امثال الان اي بلس والسي ال ماينس. وبشكل عام انت حفظوا لي السوليوت او اللي عباره عن جزيئات صغيره جدا زي الايونات. ممتاز حلوين. المثال الثالث بحكي لك it's a substance that is freely filtered، بصير فلتريشن زي عالم الناس ولكن totally reabsorbed. لما حكينا عن الصوديوم والكلورايد فوق قلنا partially reabsorbed، جزء منها بروح على البريتيبل كابيلاري وجزء منها لوين بيطلع على اليورين. في عندك بعض المواد قلت لك 100% بتطلع لوين على البريتيبل كابيلاري و100% هون قلت لك بتطلع من هون لهون وما بضلش فيها ولا ذره طالعه باليورين. زي ايش هاي المواد قلت لكم اياها اللي عباره عن جلوكوز والامينو اسيد صح؟ وقلت لك اصلا اذا الجلوكوز والامينو اسيد اذا لقيتهم باليورين هذا انه بيدل لك على انت في عندك مشكله داخل جسم الانسان. قلت لك زي اللي هي مثلا زي الدايبيتس او السكري عند اللي هي مثلا طلع عندك جلوكوز او الجلوميرولي نفرايتس او الفريتوك سيندروم الى اخره اذا طلع عندك امينو اسيد. بحكي لك here the substances will be completely reabsorbed 100%. Nothing will appear in the urine ولا جزيئة صغيرة جدا تطلع باليورين. If these substances appear in the urine they indicate a problem like diabetes mellitus or glomerulonephritis ألا وهو التهاب داخل الجلوميرولس أوكي أو inflammation داخل الجلوميرولس. تخلوا إن شاء الله قدامه وراح تقرفوها يعني لا تسجلوش على رزقكم عادي مش مشكلة. عشان صراحة في كثير ناس انه والله اول ما اشوف مرض بيروح بقى عنه 4000 مقال. حلو الاكس يعني كسنة اولى انت جدا جدا جميل وانا احبذ هاي الشغلة، ولكن كل ما قرأت زيادة كل ما سهلت حالك لقدام. ولكن يا اخوان لا تتعبوا حالكم بهالشغلة عشان راح تاخذوها لقدام. كل شيء انتم قاعدين تدرسوه هون من مصطلحات زي الجلوميرولي نفراتس مثلا والله العظيم راح تاخذوها على 3 محاضرات بجزء اليو جي اس. راح تقرفوا حالكم هنا مش مشكلة يعني اصبروا على رزقكم. بحكي لك if these substances appear in the urine they indicate a problem زي ايش؟ الدايبيتس مليتا زي السكري والجلوميرولونيفرايتس ومن غيرها من المواد طبعا غير امينو اسيد. فان كثير مواد لازم تكون 100% ري ابزورب وهذا قد يؤدي الى اللي هي انه اذا لقيناها باليورين هذا يمثل لدينا اللي هي مشكلة داخل الكدني مثل الجلوميرولونيفرايتس. وبالتالي احنا صافين 3 مواد لحد الان، مادة بصير لها فلتريشن لا بس لها ريابزوربشن ولا سكريشن بتطلع زي ما هي متكيه زي ايش مثال عليها الكرياتينين. وفي عندك ماده اخرى بتصير الفلتريشن جزء منها بيصير له ريابزوربشن وجزء اخر بيطلع باليورين. شو سميناها هاي الماده اللي هي بارشلي ريابزورب، مثال عليها ان اي بلس والسي ال ماينس، الصوديوم والكلورايد او السوليوس بشكل عام. وفي ان حكينا عن ماده ثالثه بتطلع بالفلتريشن وكل جزيء منها بيطلع لوين؟ على البريتيوبل كابيتال بيصير لها ري ابزوربشن 100% ولا ذره بيطلع منها داخل اليورين. من امثلتها ايش؟ الجلوكوز والامينو اسيد حكيناها توتال ري ابزوربشن او كومبليت ري ابزوربشن بيصير لها هاي الماده. الماده الاخيره اتوقع انت توقعت شو راح تكون انه والله هاي السبستنس بصير لها فلتريشن ما بصير لها ري ابزوربشن ولكن شو بصير لها؟ سكريشن. It is secreted from the peritubular capillary blood into the renal tubules. ولكن يا اخوان السكريشن صعب تحكي والله انه 100% secreted او انه عباره عن 199% secreted. خلص انت عندك بصير عندك هي سكريشن وحسب بالكمية انت بصير عندك سكريشن لها بتطلع هي باليورين. يعني مثلا سبيل المثال انا هيك على اليوريا، اليوريا بصير لها سكريشن ولكن يعني اليوريا باي ذا واي يعني بصير لها ري ابزوربشن واحيانا بصير لها سكريشن. اليوريا صراحه معقده ما بدي اشفط باليوريا الفور اليوريا فيها قصه كثير. ولكن شو بحكي لك؟ بحكي لك these substances will be completely eliminated in the urine. So also very important to the calculation of renal plasma flow. انت قاعد بحكي لك كالاتي، انت عندك اجت الرينال بلازما فلو او اللي عباره عن دم جاي للكدني صار عندك فلتريشن لهي الماده وبعدين طلع عندك هذا الرينال بلازما فلو وبعدين صار له ايش؟ طلع عندك تقريبا لو نيجي نحكي خلينا نحكي والله انه زي ما بدهم هم completely eliminated completely eliminated يعني والله ما بضلش حتى عندك ولا ذره منها داخل ايش؟ داخل اللي هو الافنتيور. والبارا امينو بيوريك اسيد نعم صحيح بصير لها كومبليت سكريشن ولكن مش كل المواد بصير لها كومبليت سكريشن. في عندك مواد بصير لها شويه سكريشن، مواد بصير لها كومبليت، مواد بصير لها والله 1% بس سكريشن. ولكن هون احنا مش داخلين بهي التفاصيل، بس بدي احكي لك انه والله لما نحكي عن السكريشن انا قديم نحكي عن كومبليت سكريشن وكومبليتلي اليمينيتد كومبليت اليمينيتد اليمينيشن عفوا من الجسم الى الى خارج اللي هو الجسم عن طريق اليورين. بحكي لك هذول السبستانسز will be completely eliminated وراح يطلعوا من الجسم الى خارج او من الكابيلاريز باتجاه اليورين بشكل كامل. فبيطلع من هون الكابيلاريز باتجاه اليورين بشكل كامل. فملاحظين ما في عندنا خط اسود هون قاعد بيطلع، هذا الخط الاسود يا اخوان يمثل السبستانس الذائب داخل اللي هو الدم. فبحكي لك طلع من الفلتريشن وكل الماده اللي ظلت عندنا هون بال 80% طلع هون
بس هذا سكريشن وطلعت باليورين. وبالتالي احنا كميه الماده اللي طلعت هون على ايش دلتنا؟ دلتنا على نفس كميه الماده اللي قبل ما وصل للفلتريشن اللي هون، صح؟ يعني انت عندك، نفترض انت عندك هون مثلا 100، مثلا الدائره الفعاله عندك اللي هي 100، يعني 100 ملي اوزمول مثلا، كمثال 100 ملي اوزمول مثلا، صار له مثلا هون مثلا مثلا 90 ملي اوزمول طلع، وهون عندك 10 ملي اوزمول طلعت هون، وهاي 10 ملي اوزمول رجع صار لها سكريشن وطلعت لهون. وبالتالي الكميه الماده اللي موجوده هون قديش؟ 90 صار له فلتريشن، و10 سكريشن قديش؟ 100. يعني هاي ال 100 ملي اوزمول اللي هون هي نفس ال 100 ملي اوزمول الموجوده هون، وهذا اللي هو الافرنت ارتريول قاعد بيجيب لنا ايش؟ الدم الى الكدني، وهذا بنسميه بمصطلح ايش؟ رينال بلازما فلو، اي اللي هو كميه البلازما التي تاتي الى مين؟ الى الكدني. عن طريق مين؟ الافرنت ارتريولز، او عن طريق اللي هي مقصود فيها رينال ارتريز في البدايه. وبالتالي من امثله البارا امينو هيبيوريك اسيد، من امثله هاي المواد اللي بيصير لها سكريشن بشكل كامل وتخرج الى خارج الجسم 100% اللي هي بارا امينو هيبيوريك اسيد. وهذه المواد ايش بتقيس لنا؟ ايش بنقيسها من وراها؟ الرينال بلازما فلو، لانه زي ما حكينا كميه الماده قاعده تطلع باليورين نفس كميه الماده اللي هي فاتت على الكدني من الاصل. تمام؟ ممتاز. وبالتالي احنا صار في عندنا، اذا بتتذكروا المواد الكرياتينين، نقدر نحسب فيها ايش؟ الجي اف ار. ليش؟ لانه انت عندك الماده اللي صار لها فلتريشن طلعت زي ما هي باليورين وما تعدل عليها شيء، فاحنا قد ما نقيس عمليه الفلتريشن فقط لا غير. ولكن انت في عندك اللي هي بعض المواد زي البارامين هيبيوريك اسيد، هاي المواد بتسوي فلتريشن وسكريشن كومبليتلي وبتطلع كامله الى خارج الجسم، وهذا بدلنا على نفس كميه الماده اللي ايش؟ اللي اجت على الكدني بالاصل، مش اللي هون بس، لا مش الفلتريشن بس زي اللي هي كرياتينين، لا بدل على الكميه كامله. وبالتالي قاعد بدلنا على الرينال بلازما فلو. وبالتالي المواد اللي بيصير لها فلتريشن وسكريشن شو بتقيس لنا؟ رينال بلازما فلو، امثلتها بارا امينو هيبيوريك اسيد، ممتاز. المواد اللي بيصير لها فلتريشن ولكن لا يحدث عليها اي تعديل ولا بيصير لها سكريشن ولا ابزر، شو بتقيس لنا؟ الجي اف ار. طول الحلقه بذانك هذول يا اخوان، ممتاز. ومن امثله هاي المواد اللي هي كرياتينين، ممتاز. اوكي نكمل. انت في عندك بيحكي لك اللي هي الري ابزوربشن اند سكريشن امونج ديفرنت بارتس اوف النفرون. راح نحكي احنا عن اجزاء النفرون. نعرف اجزاء النفرون احنا الجلوميرولاي، بعدين بيطلع عندك البروكسيمال تيبيول، بعد البروكسيمال تيبيول عفوا بيطلع عندك اللوب فينلي، بعدين الديسل كونفرجنت تيبيول، بعدين الكوليكتنج دكت. راح يحكي لك عن عمليات الري ابزوربشن والسكريشن عبر هذه الاجزاء واحده واحده. نبلش بالبروكسيمال تيبيول. بحكي لك بروكسيمال تيبيول موست اوف ذا ري ابزوربشن 65% منه اوف اول سبستانسز هابنز برايمرلي ان ذا بروكسيمال تيبيول. بحكي لك معظم الري ابزوربشن للسبستانسز ومعظم الري ابزوربشن بصير عندنا داخل النفرون 65% منه، يعني حكينا 99% من المواد بصير ري ابزوربشن، 65% من هاي 99% بصير لها ري ابزوربشن وين؟ 65% داخل البروكسيمال تيبيول. ممتاز. Please know this part by heart. وهي على الإخوان معلومة، يعني صراحة جبت لكم إياها من محاضرات، لأن إحنا بهي باليو جي أس جدا 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 مهمة، بتصل لكم كثير شغلات. Proximal tubule is the major and main part in reabsorption of. Proximal tubule هو عبارة عن الجزء الأساسي والجزء الرئيسي في reabsorption of ماذا؟ الصوديوم والكلورايد، الجلوكوز والأمينو أسيدز، الووتر والبيكربونات. تحفظوهم والله سهله. NaCl صوديوم وكلورايد، جلوكوز، واحنا بنعرف الجلوكوز ما لازم يمتصوا 100% فالجوز مع بعض بيجوا، ممتاز. والNaCl والجلوكوز ايش لما بنلحقهم بالاوزموسيس؟ المي، الووتر. وبالتالي كمان بالاضافه الى هاي الامينو اسيدز في عندك اللي هي البايكربونات. انت تذكر اللي انت في عندك امينو اسيدز، يعني انا صراحه حافظهم زي هيك ما لها علاقه والله امينو اسيدز معناته اسيدز، تودي اسيدات، لا 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 لا، انا حافظهم اسيد وفي مقابلها بيس اللي عباره عن بايكربونات، انا زي هيك حافظها حفظ، ولكن هذا هو الشيء الوحيد. ترى صار في عندنا NaCl الصوديوم والكلورايد، الجلوكوز والامينو اسيدز، وعندنا الووتر والبايكربونات. هذول الست مواد يا اخوان بيصير لهم ري ابزوربشن بشكل اساسي من وين؟ من البروكسيمال تيبيول. هل هذا يعني والله بصير لهم ريابزوربشن من اماكن اخرى؟ اكيد على طول النفرون بصير لهم ريابزوربشن، ولكن ما هو الجزء الاساسي للريابزوربشن لهن؟ البروكسيمال تيبيول، حيث ان ذا ماجوريتي اوف ريابزورب سبستانسز اوف ذوز سبستانسز
راح يصير وين ريابزوربشن الاساس لهم في البروكسيمال تيوبول. ممتاز. بيقول لك certain substances such as hydrogen, organic acids and bases are actively secreted in the proximal tubule. بيقول لك انت في عندك بعض المواد زي الهيدروجين ال H+ الاورجانيك اسيد. شوفي عندك امثله على الاورجانيك اسيد او الاحماض العضويه، البايل سولتس، البايل الذي يفرز من الليفر ويخزن داخل اللي هو المراره او الجول بلادر، وفي عندك الاوكزاليت، وفي عندك الكاتيكول امينز. كاتيكول امينز اللي هي عباره عن نعرف اللي هي البنفرين والبنفرين بعد ما يصير متابولايز طبعا لهن، واليوريتس. هذول المواد مع البيسز اللي هي HCO3 minus they are actively secreted in the proximal tubule. فلاحظ a secretion can actively secretion. اوكي okay? It's actively secreted. ولاحظ ان واحد بيجي بيحكي طيب دكتور ما انا حكينا انه هم مثلا كنتري absorption لل HCO3 minus، كيف تحكي والله البيس هم ترجع كمان بصير secretion على الجهتين؟ على الجهتين بصير في عندك انتري absorption بصير انت في عندك ايش secretion. ولكن اذا سال عن HCO3- بشكل اساسي شو بتحكي له؟ بتحكي له والله البايكربونات بشكل اساسي، بشكل اساسي بيصير له reabsorption داخل البروكسيمال تيبيول، والsecretion له كمان بيصير ولكن اقل من reabsorption. فreabsorption يطغى عليه، ولكن مثلا السكريشن البيسز زي HCO3- داخل البروكسيمال تيبيول. فصار في عندنا ثلاث مواد بيصير لها ايش secretion، الا وهي الهيدروجين ايونز H+ وأورجانيك أسيدز من أمثلتها البايل سولتس. تستغربوش والله جايبين لك مثلا all of the following is secreted in the renal in the proximal convoluted tubule ما عدا، وهو كاتب لك مثلا بايل سولتس وأوكسيدات جايب لك من أمثل يعني، وكاتب كل أمينز يوريتس، وكاتب لك معها مثلا صوديوم. أكيد صوديوم ما بيصير له إيش secretion، بيصير له reabsorption. وبالتالي عندك الهيدروجين أيونز، الأورجانيك أسيدز اللي هي البايل سولتس، الأوكسيدات، الكاتيكول أمينز، اليوريتس، بالاضافه الى البيسز HCO3 minus they are actively secreted in the proximal tubule. مثلا secretion من البيريتوبولار كابيلاري باتجاه هذا التوبيول. ممتاز. بعد البروكسيمال تيبيول ايش في عندنا؟ اللوب فينلي. اللوب فينلي يا اخوان احنا بنعرف انها تقسم الى قسمين، descending loop واسندنج لوب، صح؟ اي انه اللوب النازل واللوب الطالع. اللوب النازل يا اخوان او descending loop اريحكم ما بيطلع منها الا مي، بتسوي reabsorption فقط للماء. خلوها حلقه بعرفش اذا حتى جمكم ورق وقلم او تكتبوا هيك، اكتبوا descending loop of Henle reabsorbs water ولا تعمل reabsorption لاي solutes. اذا انت حفظتوا هاي الصوره خلصتوا راحت. بطلع descending loop بيطلع منه ايش قاعد؟ بس ميه، بس ميه بيطلع من التبيول فقط، ماء فقط. والascending loop بيطلع منه solutes ولكن ما بيطلع منه مي. وبالتالي احنا صار في عنا الديسندنج بيطلع منه مي ولكن ما بيطلع سوليوتس، والاسندنج بالطالع بيطلع منه سوليوتس زي NaCl ولكن ما بيطلع منه مي. اتس امبيرمبل تو ووتر، وراح نحكي لك ان شاء الله كمان لقدام. ده شو بحكي لك؟ The thin descending segment اللي هو هذا الجزء النازل زي هيك consists of thin cells that do not contain sodium or solute transporter and are highly permeable to water. لا تحتوي على أي صوديوم ولا على أي solute transporter ولا أي ناقل من نواقل السوليوت، وإنما فقط هي permeable. لماذا؟ فقط permeable إلى الماء. والthick ascending segment it contains a large number of mitochondria. بحكي لك هذا الascending segment الطالع زي هيك فيه كمية كبيرة من الميتوكوندريا and sodium transporters thereby providing high capacity for sodium transportation. ليش بدنا احنا ميتوكوندريا يا اخوان؟ احنا بنعرف بانه امتصاص الصوديوم والايونات بشكل عام ايش بيعتمد؟ بيعتمد على الطاقة، بده active reabsorption. وبالتالي هاي اللي هو الميتوكوندريا اللي هي عددها الكبير الموجود داخل الاسندنج سيجمنت ستساعدنا على توفير الطاقه اللازمه عشان نسوي ايش اللي هي او نشغل الصوديوم ترانسبورترز وغيرها من اللي ترانسبورترز الموجوده اللي هنا. ثاني مره مليون، الديسندنج بتسوي ريابزوربشن لايش؟ للمي فقط. الاسندنج بتسوي ريابزوربشن لايش؟ للسوليوتس فقط. الميتوكوندريا موجوده بكثره وين؟ بالاسندنج بارت. ليش؟ لانه ترانسبورتيشن اوف سوليوتس هي اللي تحتاج الطاقه، المي ما بتحتاج الى طاقه، المي تنتقل بالاوزموسيس يا اخوان. هل المي في عمرها في حياه تحتاج الطاقه عشان تنتقل؟ والله لا، تنتقل بالاوزموسيس. ممتاز. Two major carriers for sodium reabsorption found at the luminal membrane in the thick ascending segment. بيجي بيقول لك انت عندك هاي thick ascending segment، حكينا انه اهم الترانسبورتر عنه هو ايش؟ الصوديوم ترانسبورتر، وهو reabsorption of sodium. حتى بالصوره هون انتم ملاحظين NaCl، NaCl يعني اهم شيء اللي هو الصوديوم عندنا احنا. بيجي بيحكي لك انت عندك هذا الداخل اللي هو الاسندنج لمب واللمب الطالع، في عندك two transporters for sodium. شو هذول two transporters؟
او اللي هي الناقلات اللي هي للصوديوم بكل بساطه عندك انت Na+ H+ كارير او بيحكوا له Na+ H+ كانتر ترانسبورتر او صوديوم هيدروجين اكسشينجرز اللي بدك اياه سميه، ولكن انت بدك تعرف انه هذا بيسوي موفينج للصوديوم ايونز تو انسايد ذا سيل اند هيدروجين ايونز تو ذا تيوبولر لومن. هسه يا اخوان احنا لما نيجي نطلع على اللي هو التيوبولر سيل، اوكي انت عندك هاي التيوبولر سيل اللي هي الخليه تبعت التيوبيول زي ما حكيت لكم عشان نرجع للصوره ونقدر نفهم كل شيء مع بعضه. هاي خليه التيوبيول هاي نفس هاي، اوكي كبرناها كثير وهسه اخذنا عليها ايش صوره كبيره. بيجي بقول لك هاي خليه التيوبيول، هذا اللومينال ميمبرين الذي يواجه اللومن، وهذا البيزولاترال ميمبرين الذي يواجه مين الكابيلاري او اللي هو الانترستيشيال فلويد. ممتاز. بيجي بقول لك انه انت عشان نقدر ننقل الصوديوم، الصوديوم سينتقل عبر الخليه بالترانسيلولر باث. طيب كيف بده ينتقل؟ كالاتي. بيجي بقول لك انه انت في عندك هون من امثله اللي هو النواقل الا وهي ال Na+ هيدروجين ترانسبورترز، حيث انت في عندك داخل الخليه هون بيكون في عندك H+. طب كيف هذا H+ يتكون؟ مش مطلوب منك، اتوقع ان شاء الله المحاضره اللي قدام، ولكن انت في عندك H+ داخل هاي التيوبلر لومن، داخل هذه عفوا داخل التيوبلر سيل. ال H+ سيخرج الى خارج الخليه الى اللومن عن طريق ماذا؟ عن طريق اللي هو ال Na+ H+ exchanger. تمام؟ هذا ال H+ راح يصير له secretion الى التيوبلر لومن، وال Na+ راح يصير له reabsorption عن طريق ماذا؟ الصوديوم هيدروجين كانتر ترانسبورتر. وبالتالي انت عندك بكل بساطه انه والله يا اخي اشرح لكم القصه كامله، شو رايكم؟ كالاتي بس عندك يا اخوان، احنا بنعرف انه اي خليه زي اي خليه اخرى على جسم الانسان، صح؟ في عندك انت Na+ K+ ترانسبورترز فيها صوديوم بوتاسيوم شانلز، ولا موجوده؟ طيب يا اخوان كل اللي تيوبيوز، كل اللي تيوب دار عشان نحكي عنه اللي بروكسيمال ديستال لوب فين كلياتهم ال Na+ K+ ترانسبورتر موجوده على البيز ولاترال ميمبرين كلياتهم. هاي الصوديوم بوتاسيوم ترانسبورتر شو بتسوي؟ بتطلع صوديوم لبرا بتفوت بوتاسيوم لجوا، وبالتالي احنا لما نطلع الصوديوم لبرا كثير شو راح يصير تركيز الصوديوم داخل الخليه؟ راح يقل منطقيا. الصوديوم طلعناه لبرا تركيز الصوديوم داخل الخليه راح يقل، اوكي تركيز الصوديوم داخل الخليه يقل. احنا بنعرف بانه عندنا الصوديوم راح ينتقل عن طريق التشنس تبعينه اللي هو الطبيعيات من التركيز العالي التركيز المنخفض، وكل المواد زي هيك، كل مواد الدنيا بتنتقل زي هيك من التركيز المرتفع التركيز المنخفض. بما انه تركيز الصوديوم هون جدا قليل وباللومن فإنه صوديوم كثير، بلش الصوديوم ينتقل من اللومن الى وين؟ الى داخل الخليه. انتقال الصوديوم من اللومن باتجاه الخليه داون اتس كونسنتريشن جريدينت، اي من التركيز المرتفع للتركيز المنخفض، راح يسوي لنا ايش هنا؟ راح يسوي لنا سكندري اكتيف ترانسبورتيشن. تتذكروا السكندري اكتيف ترانسبورتيشن في ماده الفيرست؟ السكندري اكتيف ترانسبورتيشن ناتج عن انتقال الصوديوم من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن. بالضبط. فانتقال الصوديوم عندنا هو من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن ابدا الى تكوين سكندري اكتيف ترانسبورتيشن، وتكوين طاقة، وهذه الطاقة في ماذا استخدمت؟ استخدمت في السكريشن للH+ وخروج الH+ من داخل الخلية إلى وين؟ إلى تيوبيلر لومن. ممتاز. أنا ماني أصح كده، هاي أنا في المحاضرة الماضية إنه CO2 زاد H2O بعض إنه H2CO3 اللي هو الكربونيك أسيد عند الكربونيك أنهيدريز، وهذا الكربونيك أسيد سيتحلل ويعطينا H+ وHCO3-. والH+ هذا كيف راح يطلع على اللومن؟ كيف راح يصير له سكريشن؟ عن طريق ال Na+ هيدروجين او صوديوم هيدروجين اكسشينجر او صوديوم هيدروجين كارير. ممتاز. واذا تتذكروا كمان في المحاضره الماضيه قلت لكم عن ايش، عن اسمه الالكالين تايد، قلت لكم في عندك اللي هو عباره عن SCO3- بيطلع على الانترستيشن فلويد وبيطلع على اللي هو بيرتيوب الكابيلاريز، والدم اللي بتلاقيه طالع من اللي هو الكدني بتلاقيه ماله؟ بتلاقيه فيه هذاك ايش ثاني عفوا عن ما عندنا هون بتلاقيه كمان قاعده باي ذا وي، بس مش مهم، هذاك انت على الستومك اللي الستومك بشكل اساسي بتاع الكالين تايد. اوكي اذا صار في عندنا اول كارير هو ان اي بلس اتش بلس كارير، وفي عندنا جنبه هون بتلاقي هون جنبه هون في عندنا كارير اخرى الا وهي الان اي بلس 2 سي ال ماينس كي بلس كانتر كو ترانسبورتر. كو ترانسبورتر ات يوزز ذا بوتنشال انرجي ريليست باي ذا داون هيل ديفيوجن اوف صوديوم انتو ذا سيل to drive the reabsorption of potassium against the concentration gradient. بكل بساطة نفس عملية اللي هون، الصوديوم عندما ينتقل down its concentration gradient من اللومن باتجاه التيوبلر سيل، لما ينتقل down its concentration gradient
هذا سيؤدي إلى ماذا؟ هذا سيؤدي إلى تكوين secondary active transportation ويؤدي إلى تكوين طاقة، وهذه الطاقة التي تتكون جاءنا قد نستخدمها في secretion of hydrogen بالـ Na plus H plus carrier، أو أننا نستخدمها في هذا الكو ترانسبورتر، حيث أنه سينقل مع الصوديوم ذرتين Cl- وذرة إيش وجزيئة اللي هي K plus أو بوتاسيوم، حيث أنه سينتقل. والله خليني أقول لكم صورة حلوة عليها دقيقة. أوكي، في مثلا هاي الصورة انت عندك هنا اللومينال ممبرين وعندك هنا ايش البلد. هسه بيجي واحد بيحكي دكتور لا هي العكس، المفروض هنا اللوم يعني قلبناها شو دقه خلاص قلبناها الصوره. هنا انت عندك لومينال ممبرين وهنا عندنا ايش اللي هو البي اللي هو البيز لاترال ممبرين. حلوين، عند انتقال الصوديوم عبر هذه التشنل راح تسوي كان سكندري اكتيف ترانسبورتيشن وتكون طاقه تؤدي الى نقل معها ذرتين سي ال ماينس اخوان وذره ايش كي بلس. وإذا حاب حدا والله يشوف شو هذا الفيروس مادي، الفيروس مادي إخوان هذا اللازكس، اللازكس أتوقع أنتم بتعرفوه باسم اللازكس، وهو عبارة عن مدر للبور أو الديورتيك. هذا والله إحنا إذا سكرنا هاي اللي هي الـ Na plus 2 Cl minus K plus channel، أنت بكل بساطة الصوديوم راح يبطل ينتقل باتجاه البلد، الصوديوم وين راح يظل؟ داخل اللومن، وإحنا بنعرف المي تلحق الصوديوم، إذا الصوديوم ما طلع المي راح تظل داخل ايش؟ داخل اللومن وداخل اللي هو اليورين، وبالتالي راح يصير يطلع انت عندك كميه يورين كبيره وراح تفقد كميه مي كبيره عن طريق هاي اللازكس بسبب ان الفيوروسامايد قاعد بسكر عندنا هاي الشنل. اوكي، اذا حب حدا يعرف هاي المعلومه. وبالتالي احنا عندنا بالاسندنج لم، بالاسندنج لم طالع صار فينا اللي هي 2 كاريرز اللي هي Na plus H كارير، حيث بتدخل الصوديوم الى داخل الجسم وبتدخل داخل الخليه وبتخرج ال H plus اذا لوين؟ الى خارج اللي هو الخليه باتجاه اللومن. وفينك اللي Na plus 2 Cl minus K plus co-transporter تنقل ثلاث مواد من اللومن باتجاه من؟ بسوينا الري absorption باتجاه من؟ باتجاه البريتيوبيلر سيل، عفوا باتجاه التيوبيلر سيل، عشان تنتقل بعدها الى وين؟ الى الانترستيشن فلويد والى البلاد عن طريق البريتيوبيلر كابيلاريز. بعد اللي هو اللوب في اللي فين اللي هو ديستال تيبيول وكوليكشن تيبيول اخوان، الديستال تيبيول وكوليكشن تيبيول تقريبا حرفيا يعني لهم نفس الشغل تقريبا. هسه بحكي لك اللي هو الايرلي بارت تبع الديستال، في بحكي لك انت الديستال تيبيول قسمناه الى قسمين، الديستال تيبيول هذا قسمناه الى قسمين، القسم الاول منه او القسم الاول منه the early part of distal tubule has many of the same properties for reabsorption of the ascending loop finley. فبحكي لك it reabsorbs large amounts of NaCl كالسيوم مغنيسيوم but it's impermeable to water and urea. وانا قلت لكم هالمعلومه، انت عندك الاسندنج لوب في اللي هذا الطالع لبرا لفوق شو بيرميبل بيصير ريابزوربشن لايش؟ ريابزوربشن فقط للسوليوتس، والديسندنج فقط للمي، صح؟ وهي معلومه احنا نعرفها قلنا حطها على قبل ذان. هاي بحكي لك الجزء المبدئي هذا اللي هون يعني تقريبا من هون لهون من ديستال تيبيول له تقريبا نفس خصائص اللي هون، حيث ان هذا اسبيرمبت سوليوت فقط، وهذا كمان الايرلي بارت اخوان، كلمه ايرلي حطوا عليه 3000 نجمه. ذا ايرلي بارت اوف ديستال تيبيول هو فقط بيرمبل للسوليوتس، زي انه يعمل ري ابزوربشن اللي هو الان اي سي ال اي اللي هو الكلوريد الصوديوم الكالسيوم سي اي بلس 2 والمغنيسيوم ام جي بلس 2 من هذا الايرلي بارت، بالإضافة إنه إيش ماله impermeable to water and urea نفس الأسندنج يا إخوان. ممتاز. The late distal tubule اللي هو الجزء الأخير من distal tubule اللي هو هذا اللي هون and the subsequent collecting duct، يعني أنت عندك اللي هو late distal convoluted tubule هذا الجزء النهائي منه، لو إنك أنت مسكت اللي هو distal tubule وقسمته نصين early، الearly بيكون قادر على reabsorption of sodium chloride وعلى الكالسيوم وعلى المغنيسيوم ولكنه impermeable to water بالضبط زي مين؟ زي الascending limb. والنص الآخر اللي هو late تبع distal tubule هو الكوليكتد نبت نفس الاشي. ايش فيهم؟ بحكي لك اللي هو distal tubule او late distal tubule مع الكوليكتد نبت اللي بتيجي بعده they are composed of two cells, they are actually anatomically composed of two major types of cells. ما هم نوعين الخلايا المكونات لهي الجزئين؟ البرنسبل سيلز والانتركليتد سيلز. البرنسبل سيلز والانتركليتد سيلز يا اخوان هذول عباره عن مجموعه، عباره عن انواع خلايا موجوده في مكانين. ولا تتوقع لا تستغرب والله يجي يحكي لك سؤال بابسط الاسئله البرنسبل سيلز ار فاوند ان، ويجي يحكي لك جلوميرولاي بروكسيمال تيبيول لوب فينلي ايرلي بارت اوف ديستال تيبيول ليت بارت اوف ديستال تيبيول. ايش هتحكي له انت؟ ليت بارت اوف ديستال تيبيول. طبعا بيجي مع الليت بارت ايش كمان؟ كولكتن دكت، صح؟
ممتاز. وبالتالي برنسبل سيلز والانتجريتد سيلز عباره عن خلايا خاصه موجوده وين؟ داخل الليت بارت ديستربيوم مع الكوليكت اندكت. شو وظيفتهم؟ البرنسبل سيلز اخوان they are responsible ومسؤولات عن ماذا؟ الري ابزوربشن اوف صوديوم كلورايد والووتر. واهم وظيفه للهنين شيء هذا مش جديد والله، قال والله سويت الري ابزوربشن للصوديوم والكلورايد والمي، طيب شو استفدنا؟ وين ما كان سوي لي، ولكن ايش بدي استفيد انا؟ سكريشن اوف بوتاسيوم، secretion of potassium. والintegrated cells they secrete hydrogen ولكن reabsorb bicarbonate وpotassium. فلاحظ لي انت نقارن شوي شوي، principal cells قاعد عن طريقة انت بتمتص ايش؟ الصوديوم والكلورايد والمي، الصوديوم والكلورايد والمي، يعني اللي هو distilled tubule. لاحظ انه كلياته سواء كان early سواء كان late قاعد بسوي reabsorption لل NaCl، تمام؟ قاعد بسوي ري ابزوربشن لل NaCl. الديستربيول سواء عفوا هو باي ذا واي صحيح لو ديستربيول كامل قاعد بسوي ري ابزوربشن هالشغله، ولكن كمان الكوليكتنج دق قاعد بسوي هاي الشغله. البرنسبل سيلز قاعده بتسوي كمان ري ابزوربشن للصوديوم وكلورايد سواء كانت اللي هي بالليد ديستربيول او كوليكتنج دق، تمام؟ وبالتالي البرنسبل سيلز تاخذ ال NaCl وبتاخذ محل مي، ممتاز. ولكن قاعد بتسوي سكريشن هون، بتسوي سكريشن لشيء كثير مهم، ما هو؟ البوتاسيوم. انا صراحه كيف حافظها ان البرنسبل سيلز اللي فيه البي، البي راح يروح يضرب اخوه البي ويطلعه لبرا، ما بقدر والله البوتاسيوم بما انه بي وبي يروح يخاوي عليه، لا عمي انا بشبط الكف وتطلع لبرا. ولكن الانتركريتد سيل مسكينه اي هاي، فبروح انت البوتاسيوم بروح بشمطه كف عمي البي بي احسن من الاي، بروح بوتاسيوم طب خاوه انت الكريت سيل بسوي ايش؟ ري ابزوربشن واعاده درس من الانسان. على فكره كمان طريقه حفظي ما بعرف تاخذوها ولا لا، ولكن والله امشي حكيت لكم اياها. وبالتالي البرنسبل سيلز، البرنسبل سيلز شو بتمتص؟ صوديوم كلورايد ومي، ممتاز. طيب بتسوي سكريشن لايش؟ للبوتاسيوم، حلوين. الانتركريتد سيلز ايش بتسوي؟ ري ابزوربشن للبايكربونات ال HCO3- بالاضافه للبوتاسيوم. واذا انكم ملاحظين البايكربونات وال HCO3- صار في مكانين لا له والله ايش ري ابزوربشن، من وين ومن وين؟ صار في عندنا بالبروكسيمال تيوبيول ري ابزوربشن للبايكربونات، وفي عندنا باللي هو ليت ديستال تيوبيول والكوليكتنج داكتس ري ابزوربشن للبايكربونات، صح؟ ممتاز. وغير البايكربونات بيصير عندك انت ري ابزوربشن للبوتاسيوم. طيب الانتجريتد سيل شو بتفرز لبرا؟ الهيدروجين ايونز، بتسوي سكريشن للهيدروجين ايونز. فانت لاحظ ولكن سكريشن الهيدروجين ايونز هون يا اخوان يختلف عن السكريشن تبع الهيدروجين الموجود بالاسندنج لمب. عشان حكينا بالاسندنج لمب انت في عندك اللي هي ان اي بلس اتش بلس كارير اللي بتسوي ري ابزوربشن للصوديوم وسكريشن للاتش بلس، صح؟ الموجوده هون معظمها بتكون اتش بلس بامبس، مش كثير مطلوبه منكم هاي الشغلات، ولكن بتسوي سكريشن للاتش بلس، ممتاز. اذا انكم ملاحظين معظم هاي المعلومات يعني معلومات حفظ يعني، ولكن حاولت صراحه اني اعيدها اكثر من مره بحيث ترسخ المعلومه، وان شاء الله والله انه كانت انه كليتها ان شاء الله كليتها صار سهل يعني. اوكي، في عندنا صرنا نحكي عن عمليه الاكتيف ترانسبورتيشن عبر اللي هو التيوبولار سيلز. احنا في عندنا الاكتيف ترانسبورتيشن، في عندك اللي هي برايمري اكتيف ترانسبورتيشن وسكندري اكتيف ترانسبورتيشن. الدكتور عاد في استعداد البينوسايتوز، ولكن بنعرف البينوسايتوز ماله؟ هو ليس اكتف ترانسبورتيشن، صح؟ هو عباره عن شيء خاصيه لحاله، عباره عن مجموعه لحاله بيجي. نحكي عن البرايمري اكتف ترانسبورتيشن، وعباره عن النقل الاكتف للبرايمري الذي يستخدم اي تي بي بشكل مباشر. شوف ان احنا شانلز تستخدم اي تي بي بشكل مباشر عن طريق البرايمري اكتف ترانسبورتيشن. عندك الان اي بلس كي بلس شانل او الصوديوم بوتاسيوم شانل، الهيدروجين بامبس والكالسيوم بامبس، بالاضافه الى ماذا؟ الى اتش كي شانلز. صار في عندك Na plus K plus channels, H plus K plus channels، وهذول عبارة عن channels بتسوي عبارة عن هي يعني زي كده بدأتك هيها مش موجودة في ذلك المثال الـ H plus مش موجود صراحة، ولكن anyways انت في ذلك مثال هاي اللي هي Na plus قاعد تطلع لبرا وK plus قاعد تفوت لجوا، تستخدم الـ ATP بشكل مباشر عشان تسوي عندك ايش؟ نقل لهذه الايونات. واتوقع هاي معلومة اصلا هي Na plus K plus channel حكيناها في الفيرست وحكيناها في السكند وحكيناها هون، واتوقع لا يخفى محاضرة حد الان حكيناها الا نذكر قصة اللي هي صوديوم بوتاسيوم channels. واحنا بنعرف انها برايمري اكتف ترانسبورت تستخدم الاي تي بي معها. من امثلتها كمان غير الان اي بلس زي ما حكينا اتش كي اتش بلس كي بلس شانلز، والهيدروجين بامبس التي تضخ الهيدروجين بوحده لوحده، وفي عندك الكالسيوم بامبس تضخ البوتاسيوم لوحده، عفوا الكالسيوم لوحده عكس الكونسنتريشن جريدينت.
يعني انت احنا لما نيجي نحكي عن الهيدروجين بامبس او الكالسيوم بامبس، احنا قاعدين بنسوي بامبنج للكالسيوم وبامبنج للهيدروجين اجينست ذير كونسنتريشن جريدينت، عكس الكونسنتريشن جريدينت. يعني مقصود من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن. بيجي بحكي لك الصوديوم اون ذا بيزو لاترال سايدز ان اي بلس كي بلس بامب ات كرييتس نيجاتيف انسايد، مما يؤدي الى زياده ان اي بلس. قلت لكم هاي المعلومه، قلت لكم احنا في عندنا على البيزو لاترال سايد في عندنا ان اي بلس كي بلس بامب، صح؟ تؤدي الى خروج الصوديوم الى الخارج ودخول البوتاسيوم. خروج الصوديوم الى الخارج يقلل تركيز الصوديوم في الداخل ويؤدي الى تكوين شحنه سالبه، يعني شغلتين بيسوي شحنه سالبه بالاول، بالاضافه الى انه ماذا؟ قاعد بيقلل تركيز الصوديوم في الداخل، وبالتالي الصوديوم سينتقل من اللومن، من التيوبلر لومن تبع اللي هو يعني بروكسيمال ديس الى اخره، الى وين؟ الى داخل هذه التيوبلر سيل عن طريق شغلتين، عن طريق اللي هو الكتريكال جريدينت، لانه اللي هو الصوديوم موجب والداخل سالب، فراح تدخل عن طريق الكتريكال جريدينت، بالاضافه الى تركيز الصوديوم هون قليل، وبالتالي هون تركيزه كمان كثير، عن طريق الكونسنتريشن جريدينت، فصار ينتقل كهربائيا الكتريكال جريدينت وتركيزيا اللي هو عن طريق الكونسنتريشن جريدينت من التيوبلر لومن للهاي تيوبلر سيل. وهذا يؤدي الى دخوله من هون لهون، وهذا دخول الصوديوم من التيوبلر لومن الى التيوبلر سيل حكينا بسوي عندنا ايش؟ بسوي عندنا السكندري اكتيف ترانسبورتيشن، بسوي عندنا الطاقه، وهذا الطاقه تستخدم في يا ايذر كو ترانسبورت او كانتر ترانسبورت. والكو ترانسبورت يا اخوان من امثلتها اللي هي عباره عن ايش؟ في عندك ام اي بلس جلوكوز شانلز وان اي بلس امينو اسيد شانلز، وهذا عباره انه والله الصوديوم لما يجي يفوت تلقى قاعد تفش معه امينو اسيد في نفس الاتجاه، ولما يجي ان اي بلس يفوت شو قاعد تفش معه كمان جلوكوز في نفس الاتجاه. هذا اسمه كو ترانسبورتيشن، او انك انت في عندك اللي هي والله عندك اللي هي كونتر ترانسبورتيشن، حيث ان دخول الصوديوم من اللومن الى اتجاه اللي هو تيوبلر سيل يؤدي الى تكوين طاقه، وهذه الطاقه نستخدمها في السكريشن وافراز الاتش بلس من من التيوبلر سيل الى وين؟ الى اللومن عشان يخرج لوين؟ مع اليورين. ممتاز. وفي عندك العمليه اللي هي الثالثه والاخيره من الترانسبورتيشن او هي البينوسايتوسيس، وهي عباره عن عمليه ايش؟ نعرف البينوسايتوسيس عشان اللي هي البروتينز والجزيئات الكبيره، مش كثير مهمه هاي بالمره وتقدر تشطبوها اصلا، مش كثير مهمه. Basic mechanisms for active transportation of sodium through the tubular epithelial cell. احنا حكينا هسه قبل شوي عن هي اماكن اللي هي الريابسوربشن والسكريشن عبر النفرون كامل. هسه لما نحكي عن جزيء اساسي، عن جزيء اساسي بصير له ريابسوربشن عبر ايش؟ النفرون، انا وهو الصوديوم. ومعظم المعلومات اللي حكيها هسه معظم ما حكيناها قبل يعني. فبيجي بحكي لك هذا اللي هو الريابسوربشن في الصوديوم it involves an sodium potassium ion ATPase carrier in the tubular cells basolateral membrane. احنا بنعرف بانه الاشي الاساسي اللي قاعد بسمح لنا بانه الصوديوم يصير له reabsorption ايش هو؟ انه والله انت عندك هنا sodium potassium pump بتطلع صوديوم لبرا، مما يؤدي الى تكوين شحنة سالبة بالداخل وتقليل تركيز الصوديوم في الداخل، وهذا الذي يسمح لنا انه ايش؟ الذي يسمح للصوديوم انه ينتقل من التيوبلر لومن باتجاه الخلية، وهذا هو الاشي الاساسي الذي يساعدنا في الايش؟ في الاكتف ترانسبورتيشن اوف صوديوم. يعني المقصود لو انه انت اجيت او ابطلت عمل ان اي بلس كي بلس شانل، اوكي، انت راح يصير عندك الصوديوم داخل يزيد يزيد يزيد، صح؟ وبالتالي هل الصوديوم الداخل التيوبلر سيل راح يصير يفوت على التيوبلر داخل التيوبلر لومن عفوا، راح يصير يفوت على التيوبلر سيل؟ اكيد لا، راح يظل الصوديوم موجود داخل اللومن ويطلع باللومن، واحنا حكينا المي بتلحق الصوديوم، بالتالي المي راح يظلها داخل داخل اللومن وراح يطلع مع اليورين ويزيد حجم اليورين ويزيد حجم ايش؟ اللي هو المي اللي قاعدين بنطلعها. وهذا يا اخوان عمل من اعمال بعض اللوب دايورتكس، بعض اعمال اللي هي الدايورتكس راح تاخذوها ان شاء الله قدام، اللي هي المبولات او اللي تزيد البول المقصود فيها. بحكي لك sodium transport happens in all segments. احنا حكينا عن منطقه واحده في النفرون بصير لها water reabsorption وفقط water reabsorption، لا بتشتغل بالسوليوتس بالمره. مين هي؟ الديسندنج لوب اوف هنلي يا اخوان، ديسندنج لوب اوف هنلي، هاي النازلة هون قلنا بس بتطلع ايش في ريابزوربشن؟ فقط للماء، والله 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 بس المي. والاسندنج اختنقنا يا اخوان، والاسندنج بتطلع بتسوي ريابزوربشن لايش بس؟ للان اي سي ال، ما بتسوي للمي، بتقول هنا بس سوليوتس وهنا بس مي، ممتاز. وبالتالي الديسندنج لوب اوف هنلي ما بصير فيها ايش؟ ان اي بلس ريابسوربشن، صوديوم ريابسوربشن، وبالتالي الصوديوم ترانسبورتيشن ريابسوربشن بصير بكل اجزاء الكدني وكل اجزاء النفرون عفوا، ما عدا الديسندنج ليمب اوف لوبوفينلي، ممتاز.
This pump keeps sodium concentration low in the tubular cells and high in the lateral spaces outside the tubule. منطقيا هذه عملية reabsorption وعملية transportation تبعت الصوديوم من التيوبلر سيل باتجاه الانترستيشيوم او باتجاه اللي هو البيريتيوبلر كابيلاريز يؤدي الى تنقيص وديكريز ذا كونسنتريشن تبع الصوديوم في التيوبلر لومن وزيادته وين؟ زيادته باللاترال سبيسز اوتسايد التيوبيول المقصود فيه اللي هون عفوا انا مش عارف شو سويت اللي هي مقصود فيها اللي هي البيريتيوبلر سبيسز اللي هي موجوده وين؟ اللي هي حويله او اللي هي التيوبيولز في الانترستيشن فلويد الموجوده قريب من وين؟ من البيريتيوبلر كابيلاريز راح يصير لها امتصاص فيما بعد. ممتاز. اتوقع هي معلومه اصلا منطقيه بس انا بسوي ريابزوربشن يعني ريابزوربشن منهم من التيوبلر لومن باتجاه الانترستيشن فلويد منطقيا شو راح يصير بالتركيز اللي هون؟ راح يقل عشان احنا اخذنا من الصوديوم وهون شو راح يصير تركيز الصوديوم؟ اكيد راح يزيد جبنا عليه صوديوم اي والله ما بتعلم يسعد ربنا يا اخوان. Water follows reabsorbed sodium by osmosis. احنا بنعرف المي بتلحق الصوديوم. إذا سوينا reabsorption للصوديوم، هاي المي طلعت معه، وبالتالي sodium reabsorption has a main effect on blood volume and blood pressure. وبالتالي اللي هو كمية الصوديوم اللي بنسوي له reabsorption يؤثر تأثير مباشر على اللي هو حجم الدم وعلى ضغط الدم، لأنه احنا مع مع تسوية اللي هي sodium reabsorption، إذا بنسوي reabsorption كمان لمين؟ للمي معها. واخوان والله واحد بيجي بيحكي طيب يا دكتور انت حكيت لي انه الاسندنج ليمب قاعده بتطلع الان اي سي ال لبرا بس ما بصير معها ووتر ريابزوربشن، كيف قاعد تحكي والله انه والله ان اي سي ال انه كثير مهمه في الاتش اتش تو او؟ طيب يا حبيبي الله يرضى عليك، هون الديسندنج ليمب طلع منها اتش تو او، ليش طلع الميه من داخل الاسندنج لبرا؟ قلنا الاتش تو او تنتقل فقط عن طريق الاوزموسيس، والاوزموسيس بيحكي لك الماء ينتقل من التركيز المنخفض للمواد الى التركيز المرتفع للمواد اللي هي السوليوتس المقصود فيها. طيب اذا كان انت عندك داخل هذا اللي هو الدسنج النازل كان التركيز فيه نفس التركيز بهذا الانترستيشيوم اللي هون، هل المي راح تطلع؟ اكيد لا، اكيد المي مش راح تطلع. وبالتالي يا اخوان خروج ال NaCl من هذا الاسندنج ليمب على الانترستيشيال فلويد هون اللي بالنص يؤدي الى زياده تركيز السوليوتس هون، وزيادة تركيز السوليوتس هون شو في جنب كمان انترستيشيوم هون؟ الديسندنج ليمب يؤدي إلى خروج الـ H2O باتجاه وين؟ الانترستيشيوم. وبالتالي حرفيا إنه مش المفصلات عن بعض، اللوب اوف انلي واحدة بتطلع لي السوليوتس بتزيد الكونسنتريشن تبعته والجزء الثاني قاعد بطلع لي المي بسبب إنه والله الكونسنتريشن زاد من الجزء الآخر، فهن مكملات لبعض. ممتاز. وبالتالي حرفيا ال H2O حتى لو انه ما صارش ريابزوربشن مباشر من هون راح تظلها تلحق الصوديوم، لانه الصوديوم طلع من هون زاد تركيز هون والمي راحت لحقته من الاسندنج ليمب، عفوا من اللي هي الديسندنج ليمب. ممتاز ممتاز. Aldosterone promotes Na plus retention by insertion of additional Na plus channels into the luminal membrane و additional Na plus K plus ATPase into the basolateral membrane. يا اخوان بيجي بيحكي لك الالدوستيرون بتتذكروا هو عباره عن هرمون الذي يتم افرازه عن طريق اللي هو الكورتكس بتاع القدني عن طريق الانجيوتنسين 2 بتاثير الانجيوتنسين 2 بتتذكروا الرنين انجيوتنسين الالدوستيرون سيستم. الالدوستيرون هذا بطعنه في الاخر يعمل على زياده ال Na بلس ري ابزوربشن ويعمل على ريتنشن اوف Na بلس داخل الجسم. كيف؟ بيروح على الديستريبيولز على الليد ديستريبيولز وعلى الكوليكتين داكتس وبيزيد ال Na plus channels هناك. ال Na plus channels بيحكوا لها اصلا اسم ال Na plus channels هاي اسمها epithelial sodium or Na plus channels بيحكوا لها ايناك حرفيا ايناك اي epithelial Na plus اللي هي نا و سي فور channels. اوكي هاي اللي هي ال Na plus channels بزيد تكوينها وبزيد عددها الموجود في اللي هي باللومينال ميمبرين عن طريق الالدوستيرون وبروح الالدوستيرون كمان بيشتغل على البيزولاتر الممبرين بزيد ايش؟ بزيد ال Na plus K plus ATPase channels بحيث اذا زدنا ال Na plus K plus ATPase channels يعني احنا قاعدين بنزيد كميه الصوديوم قاعد تطلع لبرا ونزيد اللي هي ريابزوربشن منطقيا ومعه بنزيد اللي هو ايش؟ الكونسنتريشن جريدنت تبع اللي هو الصوديوم وبنزيد الالكتريكال جريدنت الصوديوم انه يدخل الى داخل الخليه عن طريق مين؟ عن طريق زياده التشانلز تبعونه الموجودات على اللومينال ممبرين. ممتاز. انا بدي اياك تعرف من هاي الفقره كلياتها معلومتين مهمات تحطوها يا اخوان حلقه بدنكم الى اخر حياتكم. الالدوستيرون بيزيد الصوديوم ري ابزوربشن او بسوي ايش؟ ان اي بلس ريتينشن. ريتينشن معناها انه والله قاعد بحافظ الصوديوم ضل وين؟ داخل جسم الانسان وما يطلع باليورين. هاي واحد. ثانيا الالدوستيرون بيشتغل يا اخوان على الديستال
والكولكتن داكتس. يعني انا شبه مليون بالمية متأكد راح يجي عليها السؤال هاي، راح يجي عليها السؤال. الدستل والكولكتن داكتس راح يشتغل عليها راح يشتغل عليها الدوستيرون. ممكن يجيب لك الدوستيرون works on proximal lobophilly distal collecting ducts C زائد D. C زائد D اللي هي distal زائد collecting ducts، وبالتالي مهمة والله مهمة الدوستيرون على distal tubules والcollecting ducts. وشو بسوي؟ ال A plus retention. كيف؟ بزيد insertion of two things، بزيد insertion of sodium تنزل عليهم من الممبرين، وال N A plus K plus ATPase او اللي هي pumps على basilateral membrane. ممتاز. Reabsorption of sodium بحكي لك of the Na plus filter 99% is normally reabsorbed. هاي حكيناها مرتين قبل هالمرة، قلت لك السولت يتم امتصاصه 99% اللي هي من اللي هي عن طريق النفرون، ورجعنا حكينا انه في عندك بعض المواد لها partial reabsorption زي الصوديوم والكلورايد، وهاي الصوديوم 99.5% ضايل في عندك 0.5% ما راحت لي ما صار reabsorption. صح ممتاز. Sodium is reabsorbed throughout the tubule with the exception of descending lymph flow finley. هاي معلومة خاص انا اتوقع عرفناها. Descending lymph flow finley والله العظيم بس المي خلاص، والباقي اجزاء الكدني كلها بسويها reabsorption للصوديوم. ممتاز. بقول لك of the Na plus reabsorbed on average من اللي هو الصوديوم اللي بسويه reabsorption on average وبمعدل 67-70% بسويه reabsorption وين؟ بالproximal tubule. احنا حكينا فوق 65% اذا بتتذكروا من المواد بشكل عام، ولكن الصوديوم بشكل خاص 67-70% من proximal tubule. وهذا plays an important role in the reabsorption of glucose, amino acids, والwater, والchloride ions, واليوريا. واحد بيجي بصفن علي، طيب كيف؟ احنا اذا سوينا ري ابزوربشن للصوديوم يا اخوان منطقيا راح يسوي في عندك انت ايش اللي هو سكندري اكتف ترانسبورت، يؤدي هذا السكندري اكتف ترانسبورت الى السماح الى الجلوكوز والامينو اسيدز ينتقلوا معه. ممتاز ممتاز. وفي عندك اللي هو الان اي بلس شو بيلحقوا كمان وراه؟ الميه. وين ما راح الصوديوم بروح المي معه. ممتاز. والكلوراد ايونز اصلا الان اي بلس لما يروح يمتص بشكل عام يمتص على شكل ان اي سي ال، يمتص على شكل اللي هي كربون على شكل كلورايد الصوديوم مش كان ان اي بلس لحاله. وبالتالي السيل الكلورايد لانه سالبه الشحنه راح تلحق بالان اي بلس من جهه الشحنه. وكمان الان اي بلس يساعد في الري ابزوربشن يا اخوان اوف يوريا. واحد راح يفوت بالحياه يا اخي اليوريا ماده احنا بدناش اياها من الانسان، بس لها ري ابزوربشن. بس لها ري ابزوربشن بالبروكسيمال تيوبيول. وهاي معلومات ان شاء الله راح تخطر قدامي اخوان، عشان بس احكي لكم محاضرتين الرينال سيستم عندكم انتو محطوط عندنا احنا في يو جي اس في 5 محاضرات وكل محاضره 12 صفحه. فيعني منطقيا مش راح اجي انا هسه اقعد نص ساعه احكي لك والله كيف اليوري بسوي ابزوربشن، شو اليوري في 4 صفحات عليها شرح كيف اليوري بسوي ابزوربشن، ليش مش مطلوبه منكم. ولكن بدك تعرف انه الري ابزوربشن اوف صوديوم يساعد في الري ابزوربشن اوف يوريا. ممتاز. 25% in the loop of Finley. احنا حكينا 67% 70% وين بتصير؟ داخل proximal tubule. بعدين بنروح على loop of Finley 25% منه بصير له وين؟ in the loop of Finley. طيب والله السؤال الصوديوم بصير له reabsorption بأي part بالloop of Finley؟ بالascending. والله بالascending عشان الdescending مرة ثانية ماله فقط for my exception for the descending loop of Finley. حلقة بالذان قلنا plays an important role plays a role in the production of varying concentrations and volumes in the urine. وراح نحكيها ان شاء الله لقدام هاي الجمله، خلوا لي اياها نحكيها ان شاء الله قدام بالمحاضره. وبحكي لك في عندك 5-8% من هذا الصوديوم يتم الري ابزوربشن تبعه عن طريق الدستل والكولكتين داكتس او اللي هي تيوبولز. تمام. حيث انه انت في عندك بالدستل والكولكتين تيوبولز حكينا انت في عندك اللي هو الصوديوم شانلز التي مين بيشتغل عليها؟ الالدوستيرون. صح. وفي عندك انت كمان اللي بزيد عددها، وفي عندك كمان عليك ان شاء الله قدام على اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم على الانتي ديورتيك هرمون راح يشتغل كمان على هاي التشنلز. بيجي بيحكي لك it depends on hormonal control. It depends on hormonal control. مين هو الهرمون الاساسي اللي قاعد بيشتغل على الديستال والكولكتين داكتس؟ مش الالدوسترون يا اخوان، مش الالدوسترون. الالدوسترون قاعد بيساعدنا في حالات خاصه اوكي، ولكن الهرمون الاساسي اللي قاعد بيشتغل على اللي هو الدستل كولكتين تيوبولز عشان يسوي الصوديوم ري ابزوربشن اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم هرمون اسمه انتي ديوريتيك هرمون، نحكي كمان ان شاء الله قدام فاصبر عليه شويه. It plays an important role in regulating ECF volume. فلاحظ لي انت والله باللوب فينلي والبروكسيمال تيوبول ما قال لك والله في عندك اي كنترول، ما قال لك اي كنترول من الجسم عليهم.
ولكن بالكوليكتيم دكت لاحظ ان الجسم بيقدر يتحكم فقط ب 5-8%. يعني باي ذا واي هو الجسم بيقدر يتحكم باللوب فينلي كمان، ولكن معظم الاحيان الجسم ما بيقدر يتحكم باللوب فينلي بشكل افكتيف از ان ذا ديستال اللي يقول لك عند ديستال والكوليكتنج تيبيولز. وبالتالي انت بتعرف شغله انه بالديستال والكوليكتنج تيبيولز ذوز تو ار ديبندنت اون هرمونال كنترول، وبيعتمدن على وين؟ على الهرمونال كنترول، على الهرمونز تفرز من دارج بالإنسان. They play an important role in regulating ECF volume، وبيعملوا وبيلعبوا دور مهم جدا في تنظيم حجم الـ ECF، حيث اسمه anti-diuretic hormone، اسمه مانع لإدرار البول يا أخوان. يعني أنت بتبطل تفوت إيش على الحمام، هذا المؤاخذة بتبطل تكون يورين كثير. طيب اسمه anti-diuretic hormone، يعني المقصود بأنه هذا اللي هو الهرمون راح يروح يزيد لي ايش يسوي؟ يزيد لي الووتر ري ابزوربشن، يزيد الصوديوم ري ابزوربشن، يقلل لي من كميه اليورين المتكونه، ويسوي عندي ايش؟ انتي ديوريتيك افكت، وانا ما بصير انه ايش اروح على الحمام. بحكي لك رانجي ان شاء الله لقدام. الالدوستيرون عن طريق الرنين سيستم، قلت لك الهيرانين انجوتنسن، وهيو الالدوستيرون سيستم راح احكي لك كمان شوي، كمان شوي راح احكي عنه ان شاء الله. ات انكريزز ان اي بلس ري ابزوربشن، كيف؟ حيث ان الالدوستيرون سيذهب الى اللي هو الديستال والكوليكتين داكتس، تسوي انسيرشن لشغلتين، انسيرشن للصوديوم تشنز على اللومينال ممبرين، وصوديوم بوتاسيوم تشنز على البيزولاترال ممبرين. ممتاز. وفي عندك هرمون اخر يفرز يا اخوان من الرايت اتريوم ان ذا هارت، اسمه اتريال ناتريوريتيك بيبتايد، وحكينا عنه في محاضرات السي بي اس، وحكينا بانه هذا اللي هو الاتريال ناتريوريتيك بيبتايد يشتغل ويفرز فقط اذا زاد الضغط تبع اللي هو الدم. اذا زاد الضغط تبع الدم يؤدي الى ستريتشنج بالوول اوف ذا هارت، ما يؤدي الى افراز هذا الهرمون، وهذا الهرمون يذهب الى اللي هو الكدني ويقلل، وبيسوي ديكريز ان ان اي بلس ري ابزوربشن. اذا احنا قللنا الان اي بلس ري ابزوربشن، يعني احنا قللنا الووتر ري ابزوربشن، وبلش يطلع مي كثير مع اليورين، فاذا احنا خففنا من كميه المي داخل جسم الانسان، وقدرنا نرجع ضغط الدم الى حالته الطبيعيه. ممتاز. فكده كرينين انجوتنسن الدوستيرون سيستم، اني ديكريز ان ان اي سي ال اي سي اف فوليوم اور بلاد بريشر، هذا سيؤدي الى ستيميوليشن اوف ذا كيدني تو ريليس رين. هاي معلومات والله مش حكيناها مره مليون. ما هو الامر الاساسي الذي يؤدي الى الريليس اوف رينين؟ ديكريز ان بلاد بريشر. يعني خلاص اتوقع انه هاي معلومه صارت واضحه. والله ديكريز ان ان اي سي ال، اذا واحد طبعا حسب يكون متذكر يكون خرافي، انه والله حكينا في المحاضره الماضيه انت في انك المكونه دنسة سيلز بتروح بتشوف انه والله ان اي سي ال، هذا ان اي سي ال والله شافته قليل بقول لك ايه انا عندي بلد بشر قليل. بتروح المكونه دنسة سيلز شو بتسوي؟ بتروح تفرز سيجنلز، تروح على جرانيولار سيلز تفرز ايش؟ الريم اللي وراها. شايف محلاك من دارس؟ يسعد ربك. بس نكمل، فبحكي لك انت عندك اللي هو ديكريز ان اي سي ال والاي سي اف فوليوم واللي بلد بريشر اهم واحد يؤدي الى افراز الرنين من الكدني. This system is most important system that increases the sodium reabsorption in the body، وهو اهم سيستم مسؤول عن الصوديوم reabsorption واعاده امتصاص الصوديوم باتجاه ايش؟ اتجاه الجسم. The release رنين، اوكي يعني اتوقع هاي ما بدهاش حكي. الرنين راح يروح على الانجوتنسينوجين ويحوله الى ماذا؟ الى انجوتنسين 1، حيث ان احنا نعرف ان هذا الانجوتنسينوجين هو عباره عن ايش؟ عباره عن بروتين يتكون داخل الليفر. بيروح رنين بشر هذا الانجوتنسينوجين ويحوله الى انجوتنسين 1، والانجوتنسين 1 بيروح بلف 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 بروح على اللنجز، بروح على الرئه، ويتحول من انجوتنسين 1 الى انجوتنسين 2 عن طريق مين؟ عن طريق انجوتنسين كونفرتنج انزيم، او بيسووا له ايس، بيحكوا له ايس، تمام؟ وهذا الانزيم زي ما حكينا موجود في الكابيلاريز تبعت اللنج. ممتاز. وبالتالي الرنين بيحول انجوتنسينوجين انجوتنسين 1، والانجوتنسين 1 يتحول الى انجوتنسين 2 عن طريق الانجوتنسين كونفرتنج انزيم الموجود في الرئه. ممتاز. ما هي وظائف الانجوتنسين 2؟ هذا طلع منها في النهايه يا اخوان. اول شيء stimulation of adrenal cortex to release aldosterone، واحنا حكينا بانه هذا السيستم في النهايه راح يروح عندك الانجوتنسين 2 ويروح على الادرينال كورتكس. على الادرينال كورتكس وهي تتذكروا في انك الكدني في فوقيها زي طاقيه اسمها اللي هي الادرينال ميدلا، عباره عن اللي عفوا ادرينال جلاند. ادرينال جلاند تقسم الى قسمين، ميدلا وكورتكس. ميدلا اللي هو اللوب، والكورتكس هي القشره الخارجيه. راح يروح عندك الانجوتنسين 2 على هاي القشره الخارجيه الادرينال جلاند اسمها ادرينال كورتكس، راح يخليها تفرز ايش؟ الالدوستيرون.
وهذا الكوليسترول مره مليون شو بيسوي؟ بيزيد الصوديوم ري بيسوي بيزيد اللي هو الصوديوم ري ابزوربشن. واذا زدنا الصوديوم ري ابزوربشن ايش بيلحق الصوديوم معها؟ الووتر. وبالتالي في النهايه ات ويل ليد تو ان اي بلس ووتر ري ابزوربشن. طيب كيف بيزيد الصوديوم ري ابزوربشن؟ انسيرشن اوف صوديوم تنزع اللي هي اللون الممبرين وانسيرشن اوف صوديوم بوتاسيوم بامبس على البيزو لاتر الممبرين. وين بيشتغل؟ ديستال اند كولكتنج داكتس. واذا زدنا احنا الصوديوم ري ابزوربشن ووتر ري ابزوربشن هذا يؤدي الى انكريزنج بلد فوليوم. ممتاز. فازو كونستريكشن اوف ذا افيرنت ارتريولز وهذا يؤدي ان ذس ريزلتس ان انكريزد صوديوم ري ابزوربشن ان انكريزد بلد بريشر. بكل بساطه يا اخوان احنا سوينا فازو كونستريكشن اوف ذا افيرنت ارتريولز. معناته ترى باي ذا واي هاي المعلومه يعني تعتمد على اللي هي الحالة. يعني هسه واحد لو انه واحد منكم هسه يروح يتوسع كثير بهاي الشغلة وحتى يعني هي يعني انا هسه باليو جي اس مش مطلوب اني افوت في التفاصيل، ولكن فوت في التفاصيل اني مضطر، واصلا بعرف التفاصيل من قبل عشان درست الفسيولوجي من قبل، وانا مضطر اني افوت في هاي التفاصيل عشان اقدر اني اعطيكم معلومات صافية. يا اخوان انجيوتنس 2 ممكن انه يزيد الجي اف ار الجلومال فلكتريشن ريت وممكن انه يقلله، ولكن هاي اللي هي ايش بصير في عندك اللي حسب ايش والله انه هل بيزيد ولا بقلله يعتمد على الحاله ويعتمد على السيتويشن اللي احنا فيه. هل مطلوب منكم انتم اي تفصيل هاي التفاصيل ولا شيء؟ بدي اياك تعرف شيء واحد، انجيوتنسن 2 قاعد بسوي لي فازو كونستريكشن من الافيرنت ارتريول. تمام؟ بايش فازو كونستريكشن لاي ارتريول؟ الافيرنت يا اخوان. والله يعني انا متوقع ممكن يترك المحاضره كامله مع الدكتور سعيد، والله انه كثير منيح ما بتجيب اسئله زيك دقيقه، ولكن والله ما بتدري والله اذا حاب يجيب مثلا سؤال دقيق شويه انه والله ممكن يترك المحاضره ويجيب سؤال على هاي الافيرنت ارتريول. هو بيسوي الافيرنت فقط مش الافيرنت، انه الافيرنت ارتريول يا اخوان بيروح على انجيوتنسن 2 بده يروح يسوي الكونستريكشن، ولكن في عندك مواد كثير معارضه له زي البراديكاينينز والبروستاجلاندينز وحكينا عنه من قبل تؤدي الى معارضه عمل انجيوتنسن 2 على الافيرنت ارتريول، اما يؤدي الى ماذا؟ فازو كونستريكشن اوف ذا افيرنت ارتريول فقط، وهذا يؤدي الى زياده الصوديوم ري ابزوربشن حيث انه والله قاعد بيقلل عندنا اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو الجلوميرولي هيدروستاتيك بريشر. تتذكروه الجلوميرولي هيدروستاتيك بريشر قاعد بقل، اما يؤدي الى ماذا؟ قاعد يزيد اللي هو الري ابزوربشن اوف الصوديوم. وفي عندك انكريز ان بلاد بريشر، مش عفوا مش الجلوميرولي هيدروستاتيك بريشر بسم الله الرحيم البريتيوبولار كابيلاري بريشر عفوا بيقلل اللي هو بريتيوبولار اللي هي هيدروستاتيك بريشر، ما يؤدي الى زياده اللي هو الكولويد وضغطه عليها وزياده الايش؟ الري ابزوربشن. هاي معلومات مش مطلوب منكم انتم، بس اعرفوا لي بيزيد الصوديوم ري ابزوربشن ويؤدي الى زو فازو كونستريكشن. فازو شو بيسوينا في النهايه؟ زياده في البلد بريشر يا اخوان. ممتاز. وستيميوليشن اوف ثيرست سنتر اند فازو بريسن ريليس. الفازو بريسن يا اخوان هو الاي دي اتش او الانتي دايوريتك هرمون اللي قلت لكم عنه قبل شويه، وهو المسؤول عن ماذا؟ عن الووتر ري ابزوربشن. انت لما يروح عندك الانجيوتنسن 2 ويروح على المخ ويروح يسوي لنا ستيميليشن ثيرست سنتر، هذا الثيرست سنتر اسمه مركز العطش، بيروح بحفظ لك مركز العطش تروح تطرقع ميه. ممتاز. وبيروح على البوستيريور بيتويتري جلاند رح نحكي عنها كمان شويه، وبحفزها انه تفرز الفازوبريسن هرمون او الانتي دايوريتك هرمون، وهذا الهرمون سيذهب الى النفرونز الى الدستو والكوليكتم داكتس وبيؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى زياده الصوديوم ري ابزوربشن ويؤدي الى زياده الووتر ري ابزوربشن ويؤدي الى نقصان كميه اليورين الناتجه عنه. اصبروا علي رح نحكي كمان مره ان شاء الله. ترانسبورت ماكسيمم فور سبستانسز ذات ار اكتفلي ري ابزوربد. بيحكي لك انه احنا اكيد كل ماده عشان نقدر نسوي لها ري ابزوربشن في لها ترانسبورت ماكسيمم، يعني في لها حد اقصى، بعد هذا الحد اقصى مش راح اقدر اسوي ري ابزوربشن اكثر من هيك. يعني احنا داخل اللومن بيكون فينا تراكيز لهاي المواد داخل ايش؟ داخل اللي هو اليورين، صح؟ ممتاز. يعني انت لما تيجي تطلع هون انت طلع عندك اللي هو التراكيز، صح؟ انت هاي 300 لكل شيء، تركيزها كل شيء، اوكي؟ ولكن انت لما تيجي تحكي عن تركيز كل ماده لحال، في كل ماده لها تركيزها المعين، صح؟ فبيحكي لك كل ماده حسب تركيزها انا بقدر اسوي لها ري ابزوربشن. اذا زاد تركيز هاي الماده كثير عن الحد اللي انا بقدر اسوي لها ري ابزوربشن راح يطلع جزء من هاي الماده وين؟ باليورين. شو قاعد بحكي لك؟ happens due to saturation of the carriers of the enzymes of the molecules that transport substances across the membrane. المقصود اللي هي ممبرين اللي هي من اللي هو اللومن باتجاه وين؟ الانترستيشن فلويد. فبيجي بحكي لك انه انت بصير في عندك اشباع بالكاريرز والانزيمز والموليكيولز المسؤوله عن نقل هذه المواد من اللومن
تبعت اللي هو التيبيولز باتجاه الانترسيشن فوق البريك تيبيول كابيلاريز. لما تسوي انت اشباع لهاي الكاريرز المصوبة هاي الكاريرز صار عليها طابور طويل كثير من المواد التي تحتاج انه والله تنتقل من هاي الجهة الى هاي الجهة، وبطلت قادرة انه والله تلحق ورا راسها. وبالتالي هذا الاشباع يؤدي الى انه والله اي ذره زياده فوق حد هذا الاشباع هاي الذره مش راح يصير لها ري ابزوربشن وراح تطلع وين؟ باليورين. فبيحكي لك it is determined by the number of transporters that can be utilized and then to ايش؟ to transport substances. منطقيا اكيد كلما زاد عدد الترانسبورترز وكلما زاد عدد النواقل لهذه الجزيئات في التبيوز. يعني هون مثلا انت عندك افترض انت عندك هون مثلا مثلا الجلوكوز في البروكسيمال تيبيول، اوكي عندك اللي هو الري ابزوربشن تبع الجلوكوز. انت عندك مثلا ثنتين بس الجلوكوز بلشت تمتص الجلوكوز، ولكن مثلا انت رحت انت شمطت لي كيلو كنافه اوكي والجلوكوز عندك في الدم صراحة للعلالي، هل هذول الترانسبورترز الاثنين راح يكونوا كافيات انه يمتصوا هذول السكر هذا كميه السكر العالي اللي انت اكلتها؟ اكيد لا، وبالتالي راح يصير يبلش يطلع عندك سكر باللي هي ايش؟ باليورين. ولكن اذا بدل ما يكون عندنا اثنين كان عندنا 2000 ترانسبورتر، اي يا عمي لو طلعت لك صدر كنافه يعني صدقني راح يعني راح يمتص كل لقيته، وراح تسال انت عادي مش مشكله. ولكن هذا يعتمد على ماذا في النهايه؟ على عدد الترانسبورتر زي ما حكينا حلوين. فبالتالي هو يعتمد برايمرلي هذا الترانسبورت ماكسيمم يعتمد على النمبر اوف ترانسبورترز ذات كان بي يوتيلايز تو ترانسبورت سبستانسز، ترانسبورت ماكسيمز فور سبستانسز اكتيفلي ري ابزوربد. هذا جدول يا اخوان، اكيد الارقام مش الحفظ، ولكن بحكي لك انه هاي عباره عن اللي هي التراكيز اللي على حدها نقدر نمتص اكبر كميه ممكنه من هاي الماده. المقصود احنا عندنا الجلوكوز اذا كان تركيزه 375 ملي جرام اللي هو الفلتريشن تبعه 375 ملي جرام بير مينيت، ممتاز انا لحد هون بقدر اسوي ري ابزوربشن بشكل تمام. ولكن بيحكي لك اذا اللي هو الترانسبورت ماكسيمم والنقل تبعه يعني عفوا اللي هو انا المقصود انه اللي هاي الترانسبورترز بتقدر تنقل 375 اللي هو ملي جرام بير مينيت اذا عن طريق اللي هي من اللومن باتجاه بيرتيوبال كابيلاريز. المقصود كلياته واحد انه والله بتسوي ري ابزورب 375 ملي جرام. اذا زادت كميه الجلوكوز عند 375 ملي جرام داخل التيوبيولز في عندك انت جزيئات من هذا الجلوكوز راح يطلع وين؟ باليورين. ايش قاعد بحكي لك؟ If the plasma concentration of glucose rises above the threshold وزاد فوق الحد اللي احنا نقدر نسوي له reabsorption في وقت محدد من الزمن، the reabsorption process can't keep up with filtration. reabsorption راح يبطل يقدر والله ايش يلحق على الفلتريشن. انا بقدر يا عمي اطلع واسوي reabsorption من 375 ملي جرام جلوكوز بالدقيقه، اكثر من هيك انا ما بقدر. تيجي عليك ترانسبورت تطلع عليك يقول لك يا عمي والله ما بقدر اكثر من هيك. اذا الفلتريشن عندنا صار اكثر من 375 يعني على سبيل المثال طلع 400 ملي جرام من الجلوكوز في الفلتريت، راح يصير انت في عندك 375 ملي جرام ري ابزورب و25 ملي جرام راح تطلع في اليورين. فبيجي بيحكي لك then the reabsorption cannot keep up with the filtration process so no more glucose will be reabsorbed since not all glucose is reabsorbed back through the tubules glucose will appear in the urine. بما انه انت في عندك اللي هي جزء من الجلوكوز طلع باليورين في عندك جزء من الجلوكوز ما صار له reabsorption اكيد وين راح يطلع؟ راح يطلع باليورين. واذا طلع عندك هذا الجلوكوز في اليورين هذا المصطلح اسمه glycosuria او جلايكوسيوريا بيحكوله. هذا الجلايكوسيوريا يا اخوان هو عباره عن حاله بتصير بشكل اساسي مع البيشنت تبعون مين؟ تبعين انكنترول دايابيتس ميليتس، مع مرضى السكري اللي هم مش مواكبين والله لحالهم، انكنترول مش قاعدين والله انه باخذ الانسولين بشكل متواصل يعني. فانت عندك اللي هم الدايابيتس ميليتس ومرضى السكري، احنا بنعرف انه مرضى السكري شو يعني مرضى السكري؟ والله انه انت بتبطل في عندك انسولين في الجسم، احنا بنعرف الانسولين بمسك الجلوكوز من الدم بفوته الى داخل الخلايا. بطل عندك انسولين، بطل في عندك اللي هي هرمون يدخل اللي هو الجلوكوز من الدم تجاه الخلايا. الجلوكوز داخل الدم شو صار في عندك؟ عالي كثير. الجلوكوز داخل الدم صار تركيز جدا هائل، ولما يجي لعند اللي هو الجلوميرولس اللي هي الكدني راح يكون تركيز الجلوكوز جدا كبير، طيب فلتريت الجلوكوز راح يكون ايضا كمان جدا كبير. وعلى الاغلب يكون اصلا فوق الثريشولد اللي بيقدر يسوي ري ابزوربشن وترانسبورت ماكسيمم، وبالتالي راح يسوي النفرون ترانسبورت لاكبر كميه ممكنه منها، ولكن راح يضل في عندك انت كميه من هذا الجلوكوز يطلع في اليورين. عندما انت تشوف في تحليل اليورين انه في عندك انت جلوكوز في اليورين نسبه
95% و90% انه يكون في عندك انت ايش؟ دايابيتيز، مليتس، وسكري، الله يبعدنا جميعا عن جميع الامراض. اوكي، الووتر ري ابزوربشن هو اعاده امتصاص الماء. احنا بنعرف انه المي تمتصص بشكل اساسي انه ايش؟ المي تلحق الصوديوم ما بتروح. حلوين، بحكي لك باسيف ووتر ري ابزوربشن باي اوزموسيس، عن طريق عمليه الاوزموسيس انك ري ابزوربشن المي از كابلد وذ هوم وذ مينلي صوديوم ري ابزوربشن. يعني امتى لما يصير في عندك صوديوم ري ابزوربشن انت بصير في عندك انتقال الماء باسيفلي عن طريق الاوزموسيس. ممتاز. وين ذا انترستيشيوم از هايبرتونيك. شو الانترستيشيوم يا اخوان؟ ذكر هون لما قلت لك انك الNACL طلع هون كثير انترستيشيوم، هون اللي هو السائل الموجود ما بين اللي هو جوا النفرون، يعني عفوا سائل حول النفرون. هذا الانترستيشيال فلويد زاد تركيزه فيه كثير، صح؟ اما دي تكوين هايبرتونيك ميديوم. هايبرتونيك يا اخوان انه مقصود فيه تركيز المواد فيه عالي، مما ادى الى انه تكوين هذا اللي هو الهايبرتونيك انترستيشيال فلويد ادى الى انه والله H2O قاعد بيطلع من الديسندنج لوب فينلي الى وين؟ الى اللي هو انتو ذا هايبرتونيك سوليوشن، يعني التركيز المنخفض اللي هو داخل اللوب الى وين؟ الى الهايبرتونيك سوليوشن اللي هو خارج اللوب ان انترستيشيال فلويد. وبالتالي اذا within the interstitium is a hypertonic solution، وهذا الهايبرتونيك سوليوشن هو اللي قاعد بيسمح لنا نسوي ووتر ري ابزوربشن من اللي تيبيولز باتجاه مين؟ باتجاه اللي هو الانترستيشيال فلويد، وبعدين بتروح على اللي هو بيرتيوب الكابيلاريز وبتكمل على الدم. Large part through tight junctions and solvent drag some solute with water. بكل معلومة بكل بساطة هاي المعلومة بحكي لك إخوان إنه والله إحنا لما نسوي water reabsorption إلى داخل الدم، أو اللي هي لما نسوي water reabsorption عن طريق اللي هو tight junctions، راح يصير أنت في عندك انتقال. طبعا احنا حكينا انه ينتقل في الاوزموسيس، ينتقل والله يا انه عبر الخلايا عبر التايت جنكشنز، او انه قاعد بنتقل عن طريق الاكوابورينز. مش كثير مهم هاي المعلومه، لكن بدك تعرف لي والله انه انت اثناء انتقال اللي هو المي من التيبيول باتجاه الانترستيشال فلويد سينتقل اللي هو المي وذائب فيه بعض السوليوتس، وبالتالي هذا المي عندما يحدث له ري ابزوربشن راح يحدث ري ابزوربشن ودراجنج لسم سوليوتس اللي بتكون ذائبه بالمي اصلا. ممتاز. واحنا بنعرف معلومة من قبل بانه انت عندك الديسندنج بيرميبل بس للمي، الاسندنج بيرميبل بس للسوليوتس. مع مين اسندنج؟ مع هي الايرلي بارت اوف ديستريبيوت، تتذكروا؟ فاذا شو بحكي لك؟ ذا اسندنج لوب اوف فينلي اند ذا فيرست بارت اوف ديستريبيوت، واول جزء في الديستريبيول ذي ار امبيرميبل تو ووتر. ويا اخوان هاي معلومه يا اخوان يعني خلص خلوها ببالكم الى اخر حياتكم، اتوقع لن تنسوها في حياتكم. انا بحكي لكم الطالع بس للسوليوتس والنازل بس للمي، وبالتالي الطالع اللي هو الاسندنج بارت اوف لوب اوف فينلي مع الفيرست بارت اوف ديستريبيول، هذول المكانين فقط هذول المكانين ما بصير فيهن ايش؟ water reabsorption. they are impermeable to water. reabsorption of water in the distal tubule مقصود فيه late distal tubule and collecting duct is under the control of hormone، وقلت لكم اسم الهرمون antidiuretic hormone او بحكوا له ADH اختصار او vasopressin بحكوا له، حيث ان هذا ال ADH يذهب الى distal tubule ويذهب الى collecting duct ويؤدي الى زياده البيرميبيليتي فور ذس ووتر، وزياده اللي هي البيرميبيليتي عند كل زياده البيرميبيليتي فور ذس ووتر ريابزوربشن ام ذا ديستال اند كوليكتنج تيوبولز. ممتاز. ريجوليشن اوف بوتاسيوم اكسكريشن اند بوتاسيوم كونسنتريشن ان اكسترا سيلولار فلويد. البوتاسيوم يا اخوان هو من اكثر الايونات اللي يجب ان يتم التحكم بتركيزها بشكل دقيق جدا، يعني لازم تكون جدا 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 دقيق اللي هي تركيز داخل اللي هو الاي سي اف، عشان اذا زاد شوي ولا قل شوي راح يؤدي الى مشاكل عويصه داخل جسم الانسان. فشو قاعد بحكي له؟ most of our potassium is found intercellular fluid. احنا بنعرف البوتاسيوم وين موجود اكثر شيء؟ داخل الخلايا. تذكروا لما حكينا عن الاكشن بوتنشال، لما حكينا لكم عن الممبرين بوتنشال، كل هاي الشغلات قلت لكم انه الصوديوم موجود اكثر شيء خارج الخليه والبوتاسيوم اكثر شيء موجود داخل الخليه. ممتاز. So the majority of K plus is found within the cells. اذا معظم البوتاسيوم وين موجود؟ داخل الخلايا. ممتاز. وين وتركيزه؟ خارج الخلايا. تركيزه خارج الخلايا كثير ولا قليل؟ انا قلت لك الماجوريتي داخل الخلايا، وبالتالي شو راح يكون عن كل خارج الخلايا؟ فيري سمول اماونت راح يكون اكسسوري فلويد. ممتاز. وين بوتاسيوم انترز ذا بودي ثرو ديفرنت دايت ريسورسز. انت لما تعض على شيء وهذا الشيء اللي انت اكلته طلع والله فيه بوتاسيوم كثير، اوكي؟
These potassium ions must be rapidly eliminated outside the body through urine. Otherwise, this may result in various serious complications. إذا البوتاسيوم accumulated in the ECF. بحكي لك أنت لما تيجي تأكل إشي فيه بوتاسيوم على طول على طول الجسم ما والله ما بسألش خلاص أنا جبت بوتاسيوم عمي كف على اليورين يلا على طول. عشان هيك البوتاسيوم اذا لاحظتوا انه والله البوتاسيوم يعني بيصير له ري ابزوربشن بيصير له سكريشن وين عن طريق البرنسبل واللي انتجريتد سيلز حكينا ان شاء الله لقدام وما كان في اي شيء قبل اللي قاعد بتحكم فيها وبالتالي اي شيء قاعد بيطلع بالبوتاسيوم معظمه قاعد بيطلع لوين قاعد بيطلع لبرا مع اليورين لانه احنا بدنا نتخلص من البوتاسيوم كلياته موجود بالاي سي اف باكبر كميه ممكن احنا نحافظ على البوتاسيوم تركيزه يكون ثابت داخل الاي سي اف عشان اذا تراكم داخل الاي سي اف هذا سيؤدي الى امراض عويص حكينا حكيت ان شاء الله بالصفحه القادمه يعني this rapid elimination happens mainly through the urinary system احنا لما نحكي عن rapid elimination يا اخوان بشكل اساسي احنا قاعدين نحكي عن urine elimination مش feces بنحكي عن urine elimination بشكل اساسي وبالتالي this rapid elimination وهذا الاخراج السريع اللي هو البوتاسيوم الى خارج جسمنا يتم عن طريق ال urinary system and very small amount is eliminated through the digestive system عن طريق الفيسز او الغائط المقصود فيه وبالتالي البوتاسيوم يخرج بكمية كبيرة عن طريق مين؟ اليورينري سيستم وكمية صغيرة جدا عن طريق مين؟ الدايجستيف سيستم أو عن طريق اللي هو الفيسيس ممتاز بيحكي لك إذا إحنا خرب عنا والله مثلا سمي مثال يعني يا إنه خرب عنا والله البوتاسيوم اللي هو السكريشن أو هو الإكسكريشن عن طريق اليورين أو إنه أنت عند المؤاخر مسكت بوتاسيوم هيك كيلو بوتاسيوم عضيت عليه راح يصير انت عندك سيفير هايبر كاليميا سيفير المقصود فيه انه والله حاد يعني انه كثير كبير هايبر اي كبير كاليميا اي من البوتاسيوم او اللي هي الكي بلس وبالتالي انت ايش عندك زياد وايميا طبعا معناها يا اخوان كلمه ايميا معناها في الدم وبالتالي انت في عندك زياده في تركيز البوتاسيوم داخل الدم اوكي elevated levels of potassium in the extracellular fluid in the ECF يعني خصوصا البلازما خصوصا البلازما او interstitial fluid بحكي لك هذا سيؤدي إلى الآتي سيؤدي إلى partial depolarization of cell membranes منطقيا الكي بلس ماله شحنة موجبة صح واحد بيجي بيسألني طيب ليش إحنا بصير في عنا partial depolarization of cell membranes يا إخوان أنا والله لو أجي أحكي لكم معلومة كالآتي أنا صراحة كنت حاطط لكم هون رسمة هسه راح أشرحكم إياها إن شاء الله قدام بس بدي أشرحكم هون شغلة على السريع إحنا في عنا داخل خلية هاي عنا خلية هون وخلية ايش معناها في داخلها البوتاسيوم صح احنا حكينا البوتاسيوم ميلي انتراسيولر اوكي البوتاسيوم يا اخوان بشكل مستمر وبشكل يعني حرفيا 24/7 البوتاسيوم قاعد بيطلع عن طريق التشنلز تبعون الديفيوز تشنلز الى خارج الخلية صح وخروج البوتاسيوم من خارج الخلية زي هيك عشان تتذكروا من قبل لما حكينا في مادة الاكشن بوتنشال حكينا the permeability of potassium is 30 fold of the sodium permeability تبعت البوتاسيوم تبعت الخلايا مثلا نحكي عن نيرس permeability للبوتاسيوم جدا جدا عالية فالبوتاسيوم يظل يطلع لبرا بشكل مستمر هذا يؤدي الى تكوين الشحن السالبة داخل ايش؟ داخل الخلية تمام؟ والبوتاسيوم قاعد بيطلع من التركيز المرتفع داخل الخلية التركيز المنخفض down its concentration gradient زي ما تحكي يعني بيجي بحكي لك اذا انت صار في عندك كمية بوتاسيوم عالية جدا ايش بالاكسترا سيلولر فلويد صار عندك هايبر كاليميا صار عندك هايبر كاليميا اوكي البوتاسيوم بده يضل يطلع عيني وراسي ولكن رح نوصل لحد انه والله البوتاسيوم تركيزه هون برا قاعد تقريبا يساوي التركيز اللي جوا والبوتاسيوم ببطل يطلع الى الخارج وعدم خروج البوتاسيوم الى خارج الخليه يؤدي الى تراكم البوتاسيومين داخل الخليه بشكل كبير كثير صح وعدم خروجه هي طبعا حرفيا قاعد انه البوتاسيوم كالاتي البوتاسيوم بيطلع من هون بيجي في عندك هون اللي هي الان اي بلس كي بلس شانل بتفوته مره ثانيه في عباره عن سايكل زي ما تحكي وقت تخيل انه الان اي بلس كي بلس شانل قاعده بتضلها انه شغاله وهون البوتاسيوم مش قاعد بيطلع بالديفيوجن قاعد بتراكم بوتاسيوم كثير داخل الخليه هذا يؤدي الى ماذا؟ هذا يؤدي الى معادله بعض الشحنات السالبه صح؟ ومعادله هذه الشحنات السالبه يؤدي في النهايه الى ماذا؟ الى partial depolarization ويؤدي الى صعود في ايش؟ في الشحنة داخل الخلية بدل ما تكون مثلا سالب 70 تصير سالب 60 مثلا صح؟ ممتاز. اوكي. والشيء الثاني غير partial depolarization والشيء المهم عندنا انه يا اخوان لما تسمع كلمة بوتاسيوم تذكر لي قلب. البوتاسيوم سواء قل او قل او زاد بشكل اساسي هو بشكل اساسي اذا زاد يؤثر على القلب بشكل كبير حيث انه يؤدي الى كارديك توكسيسيتي وسميه في القلب كيف يعني يؤدي الى كارديك اريثميز اي عدم انتظام في ضربات القلب او ايس ستول يا اخوان حرفيا انه ضربات القلب تصير قليله جدا الى حد والله انه القلب ممكن انه يوقف
واذا القلب وقف هذا يؤدي الى كارديك اريست او فيبريليشن. شو مثلا كلمه فيبريليشن؟ كلمه فيبريليشن مقصود فيها انه القلب بدل ما يكون انه والله قاعد بنبض بصير زي كانه قاعد برج فرجف، فانقباضه جدا جدا قليل. وهذه الكارديك اريثمياز والايسيستول والكارديك اريست والفيبريليشن كلياتها يا اخوان كلياتها هي عبارة عن أمور قاعدة بتصير بسبب الهابر كريمة. الهابر كريمة يعني تخيل والله أيون، أنت عندك أيون، أيون يا إخوان لا يورا، يعني حتى لا يورا، لا بالمشرب ولا بغيره. إذا زاد أنت عندك قاعد بسوي لك أنت كارديك أريست، قد يؤدي توقيف قلبك إذا أنت ما عرفتش بسرعة هذا الإنسان راح يموت، وقد يؤدي إلى فيبريليشن. فيبريليشن إن شاء الله راح تاخذوها بالسي في إس في سيستم السي في إس سنة ثانية. بالتفصيل المهم عن الاتريال فيبريليشن والفيدريكول فيبريليشن، وهي من اجمل المواضيع، واتوقع من بعد ما تاخذوها كل دفعتكم راح تبدا تختص في اس. وبالتالي احنا قاعد بصير في عندنا بالهابر كليم شغلتين، بارشل ديبولاريزيشن بس الممبرينز وكارديك توكسيتي. الكارديك توكسيتي من امثلتها ايش؟ في عندك كارديك اريثمياز، عندك ايسيستول، عندك كارديك اريست، عندك فيبريليشن. ممتاز ممتاز. فانت يا اخوان انا كنت صراحه حابب اورجيكم هاي الصوره، احنا هاي الرسمه، احنا بنعرف انه في عندك اللي هي مثلا هي خليه قلبيه، في عندك اللي هو ديبولاريزيشن بيطلع زي هيك، بعدين في عندك اللي هي بلاتو، وبعدين بنزل صح. هاي نعرف من السي في اس. بالهايبر كليميا بصير في عفوا بالهايبر كليميا انت بصير في عندك هذا الخط الاحمر، هذا بصير في عندك partial depolarization حرفيا. طيب بدل ما يكون هون مثلا اللي هو سالب 90 صار عندك هون ايش؟ عفوا هاي 90 بالانجليزي، صار عندك مثلا سالب 70 على سبيل المثال. فانت صار في عندك partial depolarization هاي بالاول، وحتى عندك انت عملت depolarization والبلاتو والريبولاريزيشن كلياتهم بصير ديفكتد وبصير مش مظبوطات. وبالتالي احنا عندنا الهايبر كليمي قاعد بياثر على هذا انتقال الاكشن بوتنشال كامل داخل ايش؟ داخل اللي هو القلب. وغير هيك غير هيك حتى ال QRS complex، تذكروا ال QRS complex يا اخوان اللي كان على الاي على الاي سي جي، احنا بنطلع في عندك بي ويف وفي عندك QRS complex وفي عندك تي ويف، هون فيش عندنا مشكله. لما تصير في عندك هايبر كليمي هذا باللون الاحمر حرفيا مثلا عندك البي ويف شبه خط مستقيم، وعندك QRS complex هيك طلعه ونزله، وبعدين في عندك اللي هو تي ويف طبعا نزله، حرفيا كمان بيحكوا لي زي ما تحكوا انه والله زي زيجزاج فورميشن او اللي عباره عن طلع ونزول، يعني زي الويفز شكلها حرفيا بس شكلها كيو ار اس كومبلكس عاديه. وهاي اخوان من اجزاء الهايبر كليميا، طبعا هاي مش مطلوبه منكم ولكن انا حبيت والله اوضح لكم اياها كيف بصير في عندك انت ديبولاريزيشن وليش ممكن يصير في عندك انت كارديك اريست. لانه انت طالع في عندك الاي سي جي وانتقال كهرباء داخل القلب انعطب، بطل والله شغال من الناس، اما ادى الى ايش؟ الى عدم وجود ريذم في الكارديك بيت، ما ادى الى كارديك اريثميا، وقد يؤدي الى ايش؟ السول وكارديك اريست فيما بعد، وادى الى ايش؟ الى ارتجاف القلب بسبب انه والله هاي الكهرباء قاعده تنتقل بشكل غير طبيعي. هذا الهايبركليميا. الهايبوكليميا يا اخوان هاي اسمها هايبوكليميا، هايبو نقصان كليميا بو كي بوتاسيوم وايميا في الدم، نقصان بوتاسيوم في الدم، تورت البوتاسيوم ليفز ان ذا اي سي اف. ممتاز. الى ماذا يؤدي؟ اذا الهايبركليميا ادى للديبولاريزيشن منطقيا شو راح يسوي؟ الى هايبر بولاريزيشن في الممبرينز منطقيا. اذا انت صار في عندك داخل يعني انت عندك اللي خارج الخليه فيش بوتاسيوم بالمره، فالبوتاسيوم بلش يطلع بشكل كبير كثير الى خارج الخليه، اما ادى الى زياده السالب داخل الخليه وهايبر بولاريزيشن. ممتاز. فتيج اور ماسل ويكنس، الهايبوكليميا يا اخوان تؤدي الى فتيج اور ماسل ويكنس، من اسبابها انه والله حتى الاكشن بوتنشال بسبب انه والله هايبر بولاريزيشن ادى والله الى صعوبه انقباض العضله، ما ادى الى ماسل ويكنس وفتيج. ولكن هذا شيء بسيط كثير، انه اصلا هايبوكليميا يؤثر على العضله بنفسها وتركيب العضله، مش مطلوب منكم. هايبو فنتيليشن، ويؤدي الهايبوكليميا الى هايبو فنتيليشن. وصراحه تصحيح المعلومه، الهايبوكليميا يا اخوان يؤدي الى هايبو فنتيليشن في حالات خاصه جدا، يعني اللي عندهم دايابيتيك اسيدوسيس، عندهم نيل اسيدوسيس، وفي عندك امراض معينه والله بتكون عند الانسان اذا كانت عنده وانصاب بهايبوكليميا راح يصير عنده هايبو فنتيليشن. هايبو فنتيليشن مقصود فيها يا اخوان انه نقصان في معدل التنفس، هايبو نقصان والفنتيليشن تنفس، نقصان في معدل التنفس بصير احيانا سببه من اسبابه الهايبوكليميا. والهايبوكليميا قد يؤدي ايضا الى delayed ventricular repolarization. واحد بيجي بيحكي لي طيب ليش؟ بيحكي لك والله انه احيانا الهايبوكليميا قد تؤدي الى نقصان والى inhibition وتثبيط البوتاسيوم outward currents، يعني خروج البوتاسيوم من خلايا النيرف الى الخارج او عفوا من خلايا اللي هو الفنتكس الى الخارج سيتم تثبيطها. ليش وكيف الميكانيزم؟ والله انا ما عندي علم، انا صراحه مش مختص قلب يعني بعدني، ولكن الحمد لله ان شاء الله طبعا يعني الله يرزقنا جميعا يا اخوان.
اخ احلام احلام اللي ياخذها. انيويز بيجي بيحكي لك والله ادريت فنتريكولار ريبولاريزيشن, بس انت عندك الفنتريكولار ريبولاريزيشن جدا بطيء وبصير ابطا, يعني بدل ما انه والله يكون زي هيك بتلاقيه صار زي هيك, يعني بتلاقيه انه صار مطول يطول شوي تايس عندك اللي هو الايش الفنتريكولار ريبولاريزيشن. اوكي يعني المقصود حتى انت عندك احنا بنعرف واخر اصبر ما قلت لكم بالتفاصيل عن الاي سي جي عشان مش مطلوب منكم اصلا. وبالتالي صار في عندك الهايبوكاليميا يؤدي الى هايبر بولاريزيشن بس الممبرين, يؤدي الى ماسل ويكنس وفاتيج وتعب في العضلات, هايبو فنتيليشن معضله في التنفس بصير في عندك التنفس انت اللي هي اللي هي نقصان في معدل التنفس, ويؤدي الى نقص ويؤدي الى تاخير وديليشن ان دي فنتيكولار ريبولاريزيشن. ممتاز. التيوبولار سايتس فور بوتاسيوم ري ابزوربشن اند سيكريشن. طبعا هسه هاي معلومات قاعدين بنعيدها يعني بنعيد زياده انه مرارا وتكرارا عشان ايش تقدر ترسخ كل المعلومات في ما في اذهاننا. بيقول لك there are two processes for potassium regulation in the kidney, in the proximal tubule وان the ايش distal collecting ducts. فبيحكي لك احنا بنحكي عن هي المواقع الرئيسيه for رعايه امتصاص الري ابزوربشن والسكريشن للبوتاسيوم. اوكي بحكي لك in the proximal tubule ري ابزوربشن will start taking place إذن 6 تيكن بليس. يعني بحكي لك اللي هو الري ابزوربشن وعادة امتصاص البوتاسيوم وين قاعدة بتبلش؟ بالبروكسيمال تيبيول, حيث أن 65% من البوتاسيوم الذي صار له فلتريشن it will be re absorbed back to the peritubular capillary and then potassium re absorption continues in the ascending loop of Henle. ascending يا إخوان loop of Henle, حيث أن 27% will be re absorbed here. وبالتالي أنت عندك من البوتاسيوم اللي طلع هون 65% منه وين بيصير ري ابزوربشن؟ بالبروكسيمال تيبيول. وحكينا هاي معلومه من قبل, 65% من الوقت بيصير ري ابزوربشن وين؟ في البروكسيمال تيبيول. وفي عندك بالاسندنج اللي بصير فيها بس سوليوت ري ابزوربشن بصير في عندك كمان بوتاسيوم ري ابزوربشن بمقدار 27% من هذا البوتاسيوم. ممتاز. وبالتالي 65% في البروكسيمال تيبيول ري ابزوربشن و27% من هذا الري ابزوربشن البوتاسيوم في الاسندنج لوب اوف هنلي. واحنا بنعرف وانا حكينا انه والله انت في عندك اللي هو داخل الديستال والكوليكتن داكتس راح يصير في انك ايش قلنا بوتاسيوم اكسكريشن صح؟ ميجر سايتس فور بوتاسيوم اكسكريشن اور سكريشن هو عباره عن وين؟ الديستال تيبيول والكوليكتن داكتس. وبالتالي الاماكن الرئيسيه اللي بيصير فيها بوتاسيوم اكسكريشن هي الديستال تيبيولز والايش والكوليكتن داكتس. تمام؟ كمراجعة سريعة, البروكسيمال تيبيول والاسيندنج لوب فينلي هي المسؤولة عن الري ابزوربشن, الديستال تيبيول والكوليكتن داكت هي المسؤولة عن اللي هي البوتاسيوم ايش اكسكريشن. ممتاز. most daily variation in potassium excretion is caused by changes in potassium secretion in the distal and collecting ducts. يعني اخوان احنا اذا صار في عندك انت variation بالpotassium excretion احنا حكينا excretion بالpotassium وين بصير؟ عن طريق الدستال والcollecting ducts. وبالتالي اذا احنا بنتحكم بالpotassium excretion راح يصير انت في عندك ايش؟ تغيير وتغييرات على البوتاسيوم secretion من peritubular capillaries باتجاه هذه المواقع. يعني اذا احنا بنتحكم بكميه البوتاسيوم الطالعه الى خارج الجسم بنروح على الديستال تيبيول وعلى الكوليكتن داكت وبنتحكم بعمليه السكريشن تبعت اللي هو البوتاسيوم. تمام؟ بيقول لك اند باي ذات ذا كونسنتريشن اوف بوتاسيوم ويل بي ريجوليتد باي ذا بدي, وعن طريق اللي هو هذه السكريشن وعن طريق التحكم في هذا السكريشن الجسم راح يروح يتحكم بايش؟ راح يتحكم بكميه البوتاسيوم داخل جسم الانسان. ممتاز. بيحكي لك الكنترول اوف كي بلس سكريشن. احنا بنعرف وحكينا بانه البرنسبل سيلز البي تبعت البرنسبل سيلز بتروح تطقع البوتاسيوم كف وبتطلعه برا الجسم, بينما الانتركليتد سيلز الموجوده داخل اللي هي الدسب اللي هي كمان اللي هو الكوليكتد تيبيولز مسؤوله عن ري ابزوربشن اوف بوتاسيوم صح؟ طيب ليش ما ذكر والله الري ابزوربشن البوتاسيوم هنا بالديسل كونفرت بالديسل داكت بالديسل تيبيول والكوليكتن داكت؟ بكل بساطه انه كميته مقارنه مع اللي هو البروكسيمال تيبيول والاسيندنج فينلي قليله جدا 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 جدا. هل هذا يعني والله انه ما فيش عندك بالمره زيرو ري ابزوربشن اللي هي البوتاسيوم هون؟ في, ما احنا حكينا فوق عند انتركليتد سيلز صح؟ ممتاز.
ولكن العملية الأساسية اللي قاعدة بتصير عندنا هون في هذه المناطق الـ collecting duct والـ distributes اللي وهي إيش؟ الـ K plus secretion عن طريق الـ principal cells، حيث أن الـ principal cells have powerful mechanism to secrete potassium especially when K plus concentration is elevated، لما يكون تركيز البوتاسيوم عالي ولما يكون قاعد بده يصير عندنا هايبركاليميا بتروح للـ principal cells بتبلش شغلها. بتبلش شغلها كيف؟ بتروح تمسك كل ذرة بوتاسيوم تطلع إلى خارج الجسم، ما بتصدق تشوف ذرة بوتاسيوم داخل البريتيوب الكابيلاريز إلا وتروح تمتصه وتودي له وين اللوم عشان تخرجه إلى خارج من الإنسان. بقول لك that's why high potassium intake is usually not a problem for a healthy individual because of this high secretory capacity of principal cells to secrete potassium. يعني إحنا نعتبر healthy individuals، احنا نعتبر الناس صحيين وبعدنا في شبابنا، احنا ما في عندنا اي مشاكل داخل، ما في عندنا مشاكل داخل النفرونز، وبالتالي هذا الامر انه والله واحد يروح يعضل على كيلو بوتاسيوم او والله انت تاخذ هاي بوتاسيوم انتيك مش راح تكون، مش راح تسوي في العاده طبعا، في العاده بروبلم كبير لانه مش راح تسوي اللي هي اعراض الهايبركاليميا هاي اللي حكينا عنها. ليش؟ لانه احنا بعده عندنا الـ high secretory capacity of the principal cells to secrete the potassium، وبعد الـ principal cells قادر انه تشتغل على ايش؟ اللي هي داخل healthy individuals. طبعا healthy اخوان individual هذا يعني والله انه هو مرتبط بعمر، ولكن المقصود فيه انه اثناء العمر واثناء زايد العمر هذه الخلايا تعمل والله انه يعني كل شيء له عمره زي ما تحكي، وهي الخلايا نفس الشيء بتبلش والله انه ايش؟ تدمر شوي شوي ويقل عددها شوي شوي، مثل execution of potassium بلش يقل شوي شوي. المهم، وبالتالي هذا سيؤدي في النهاية عن طريق هذه الخلايا إلى التحكم في إيش؟ في تراكيز البوتاسيوم عن طريق الـ high secretory capacity of the principal cells to excrete potassium خارج الجسم. ممتاز. Aldosterone enhances this mechanism by stimulating principal cells to secrete K+. كيف؟ طيب إحنا حكينا الألدوستيرون بيروح بزيد الـ NA+ retention، صح؟ عن طريق شغلتين: insertion of sodium channels على اللومن الممبرين، و insertion of sodium potassium channels على basolateral membrane. والصوديوم potassium channels شو بتسوي يا اخوان؟ بتروح بتمسك الصوديوم بتطلعه لعند الانترستيشن فلويد، وبتروح بتمسك البوتاسيوم الموجود في الانترستيشن فلويد اللي كان طالع من بريتيوب الكابيلاريز يعني، وبتفوته الى تيوبلر سيل، وبعديه بروح بيطلع وين؟ الى اللومن. وبالتالي انت عندك الالدوستيرون بما انه قاعد بيزيد عمل اللي هو الصوديوم بوتاسيوم شانلز، بتلاقي قاعد بيزيد البوتاسيوم ايش؟ اكسكريشن الى خارج الجسم. So the secretion of potassium ions in the distributable is under the control of whom? Of aldosterone. وبالتالي صار في عندك انت السكريشن تبع البوتاسيوم بالديستريبيول والكوليكتيف داكت تحت تاثير اي هرمون تبع تاثير او اي بروتين او هو الالدوستيرون، صح؟ طيب لما حكينا هون عن الووتر ري ابزوربشن، من هو الهرمون المسؤول عنها؟ الانتي دايوريتيك هرمون. لا تخربطوا بيناتهم، الانتي دايوريتيك هرمون اي دي اتش للمي، والالدوستيرون يتحكم بشكل اساسي بالري ابزوربشن اوف ووتر اند ووتر، بالاضافه الى ماذا؟ بالاضافه الى اللي هو الشيء الاساسي للسكريشن اوف بوتاسيوم ايونز خارج الجسم. وبالتالي عندك الالدوستيرون بيسوي شغلتين، بيسوي ان اي بلس ريتنشن، وبزيد اللي هو تراكيز اللي هو الصوديوم داخل جسم الانسان، وقاعد بزيد السكريشن تبع الايش؟ البوتاسيوم الى خارج من الانسان، ما يؤدي الى نقصان تراكيزها اذا زادت عن حد معين. ممتاز. هون وبحكي لك هيها تبعتلي الدوستيرون تري ابزورب صوديوم ايونز اند سكريتس كي بلس. ممتاز. اذروايز اف بوتاسيوم ليفلز ار ريدوسد ديو تو لو بوتاسيوم دايت، امتى سويت دايت معين وكانت دايت جدا صراحه انه خايس على الله، وكانت هاي اللي مش حاط بوتاسيوم من كميه معين كميه منيحه البوتاسيوم في هذا الدايت والنظام الغذائي تبعك، وبالتالي انت قل عندك كميه البوتاسيوم في الجسم، راح يصير عندك انت ايش؟ العكس، راح يصير عندك انت انتركليتد سيلز الموجوده في هذه الديستال والكونفيرتيبيوز والكوليكتنج داكتس تشتغل عكس البرنسبل سيلز بالضبط. هاي ايش تسوي؟ تسوي ري ابزوربشن للبوتاسيوم ايونز، البرنسبل سيلز بتسوي سكريشن للبوتاسيوم، والانتركليتد سيلز بتسوي ري ابزوربشن للبوتاسيوم. اذا احنا بدنا نحكي انه والله كل وحده وين بتشتغل، بكل بساطه البرنسبل سيلز بتشتغل لما البوتاسيوم يزيد عشان تتخلص من البوتاسيوم، والانتركليتد سيلز بتشتغل لما البوتاسيوم يقل عشان تقدر تحافظ على البوتاسيوم داخل الانسان فقط لا غير. البرنسبل اند انتركليتد سيلز ار فاوند ان ذا ديستال تيوبول اند كولكتنج داكتس، ذاتس واي
they are the major sites for potassium concentration regulation. حيث أن الجسم بروح بتحكم لنا بهذول الخليتين. The principal cell والindicated cell بتحكم بشغلهم. على أساس التحكم في شغلهم إحنا بنروح بننظم عملية الإيش البوتاسيوم concentration regulation. بنروح بنسوي اللي هي تنظيم لتركيز البوتاسيوم داخل جسم الإنسان عن طريق التحكم بهذول الخليتين الوين موجودات في الدستربيول والكوليكتين داكتس. ممتاز. رينال كونسنتريشن اند دولوشن اوف يورين. تقريبا احنا هون لما فوتنا على هاي الموضوع موضوع تقريبا هذا الموضوع جدا سهل تقريبا خلصنا كل شيء. احنا فينك اوبليجاتوري يورين فوليوم تشطر لنا. اوف الا المحاضره قصيره قال بجوز نكمل. Obligatory urine volume. The maximal concentrating ability of the kidney dictates how much urine volume must be excreted each day to rid the body of metabolic waste products. بحكي لك إنه الكدني لديها قدرة على إنه إيش تسوي concentrating urine أو تسوي duration urine صح؟ يعني يا إنه بتزيد تراكيز المواد داخل هذا اليورين يا إنه بتزيد كمية السائل داخل هذا اليورين ما يؤدي إلى إيش dilution اللي هو نقصان تراكيزه. فبيحكي لك the maximal concentrating ability تبعت الكدني وقدر الكدني على انه تسوي concentrating هائل لليورين. اذا هذا يؤثر ويحدد how much urine volume must be excreted ويحدد ما هي كمية اليورين التي يجب ان تخرج اذا هي خارج من الانسان اللي هي في كل يوم عشان نقدر ايش عشان نقدر نتخلص on to get rid of metabolic waste products and ions that are ingested. شو زي ما حكينا البوتاسيوم اول ما تفوته لازم تروح تطلعه على طول صح. وبالتالي اذا هذا الايونز مثلا اللي هي ما تراكمت والكيدني كان ما في عندها هاي القدره اللي هي الكونسنتريشن ما عندها الكونسنتريتنج ابيليتي هاي اكيد هذا الايونز واللي هي ميتابوليك ويست برودكتس هاي والايونز هاي هتتراكم داخل جسم الانسان اما يؤدي الى زياده تراكيزها وسايد افكتس عاليه جدا منها الكارديك توكسيستي في الهايبركاليميا. نقطه انتهى صح. طيب احنا بحكي لك انه في شكل عام يا اخوان احكي لكم معلومه لكم احنا كناس طبيعيين في العاده بنخرج لتر ونص من اليورين تقريبا لتر ونص من اليورين يوميا ولكن بيجي بحكي لك إذا أنت بدك تطلع أقل كمية يورين موجودة عندك obligatory urine volume ما هو اليورين فوليوم اللي لازم تطلعه أنت يوميا يعني ممنوع تطلع أقل من هذا اليورين فوليوم ممنوع تطلع أقل منه ألا وهو النص لتر بير دي. يعني إذا أنت قللت وأنت قللت كمية اليورين طالع أقل من نص لتر باليوم أنت راح يصير في عندك مشاكل حسنا نحكيها. وبالتالي هذا obligatory urine volume is actually equal to 0.5 liters per day والكونسنتريشن تبع المواد فيه بيكون 1200 ملي أزمول بير لتر. فتخيل انه انت عندك قاعد بتطلع نص لتر اوف يورين وتراكيز السوليوتس في هذا النص لتر 1200 ملي أزمول بير لتر. حيث بحكي لك اذا انت اخرجت اقل من الاوبليجاتوري يورين فوليوم او انت اخرجت اقل من هذا النص لتر باللي باليوم هذا سيؤدي الى الى مشكله عندك اسمها اوليجويوريا. اوليجويوريا يا اخوان معناها قله البول او قله التبول واذا استمرت قد يؤدي ذلك في بعض الى اللي حرفيا الى عسر البول فيما بعد which indicates a problem in ايش in the kidney. فاذا انت اخرجت اقل من نص لتر اوف يورين يوميا هذا بقول لك اللي هي الحاله هي اسمها اوليجويوريا وبتدل لك على مشكله داخل الكدني انت عندك مشكله بالكليه. بيجي بحكي لك a normal 70 كيلوغرام human must excrete about 600 ملي اوزموز اوف سوليوت each day. احنا بشكل عام ما بهمنا والله ايش اللي قاعد بيطلع من اليورين اللي بهمني اني انا اطلع 600 ملي اوزمول اوف سوليوت كل يوم سواء طلعت هذول 600 ملي أزمول سواء طلعتهم بأربع لتر يورين ولا طلعتهم بنص لتر يورين أنا همي أني أنا أطلع 600 ملي أزمول كل يوم. إذا أنا بدي أطلع 600 ملي أزمول إلى خارج الجسم تمام قديش أقل كمية ممكنة إذا إحنا عرفنا بأنه أكبر كونسنتريشن اليورين ممكن يكون هو عبارة عن 1200 كل بساطة تمسك 600 ملي أزمول بتقسمها اللي هي عباره عن اللي هي زي ما تحكوا اللي هو الاخراج اليومي للسوليوتس بتقسمها على اكبر كونسنتريشن ممكن يكون عندك اللي هو 1200 وبيطلع عندك اقل كميه يورين راح تكون تطلع خارج الجسم اللي هي قديش نص لتر بير داي. هل مطلوب منك حساب التفصيل؟ اكيد لا بس انه بدك تعرف لي انه ايش انت عارف من هاي الفقره كلياتها الاوبليجاتوري يورين فوليوم هي عباره عن ايش هي عباره عن كميه اليورين لازم اللي هو الكدني يطلعها
كل يوم الا ما طلعتهاش راح يصير عندك اوليجو يوريا، وهذا يدل على مشكله في الكدني. قديش كميه هذا اليوريا وهو اللي هي المفروض يعني اجبار انه تطلعها؟ اقلها نص لتر. طب الطبيعي قديش بيطلع؟ لتر ونص. احفظ اللي هي انه لتر ونص هي الطبيعي اللي بيطلعها، تمام؟ قديش الكونسنتريشن تبع اليورين لما نطلع نص لتر باليوم؟ 1200 مليون اسبوع بير لتر. طيب هذا يا اخواني اللي هو الكونسنتريشن وتركيز الموت. منطقيا الكونسنتريشن احنا بنعرفه يساوي الماس على الفوليوم، صح؟ ها والله نسوي مثلا اللي هو الكلير، ما بعرف اذا بقدر اسوي كلير اسوي لا. ممتاز، احنا بنعرف الكونسنتريشن يساوي الماس على الفوليوم، صح؟ اذا الكونسنتريشن بيحكي لك 1200 والفوليوم عندنا نص لتر، قديش الماس تبعت السورس قاعد تخرج عندنا؟ الماس تساوي 600 ملي أزمول بكل بساطة. وبالتالي احنا لازم نخرج 600 ملي أزمول. فبكل بساطة انه هاي النص لتر بتركيز 1200 قاعد بطلع لنا 600 ملي أزمول الى خارج من الانسان، وانا قاعد بطلع ايش؟ كل اشي انا مثلا من ويست برودكتس، من اذا انا سويت انجستشن طلع خارج الجسم ووضعي، تمام ممتاز. كونسنتريتد فيرسز ديلوتد يورين، بيقولك depending on the body's state of hydration the kidneys secrete urine in varying concentrations. بيحكي لك على حسب الهايدريشن تبعك، هل والله انت شارب مي كثير ولا مش شارب مي كثير. يعني انت لما تكون شارب مي كثير واوفر هايدريتد، منطقيا راح يطلع مي كثير باليورين، وبالتالي اليورين راح يكون ديلوت. انت لو نفترض انه والله تركيز المواد نفسه 600 ملي اسبوع باليوم بدك تطلع، تمام؟ اذا انت طلعت مثلا سمي مثال لترين ولترين ونص يورين، اكيد راح يكون تركيز اللي هو الكونسنتريشن تبع هاي 600 ملي اوزمول كثير قليل. يعني انت مسك لي 600 ملي اوزمول على لترين يورين طلعتهن 300 ملي اوزمول بير ليتر، تركيز جدا قليل، وهذا بسموه ديلوتد يورين. وبالتالي تو ماتش ووتر ان ذا اي سي اف، وكميه كبيره من المي داخل اكسسوري فلويد يؤدي الى هايبوتونيك اي سي اف، اي ان تركيز المواد داخل اي سي اف يكون قليل. ليش تركيز قليل؟ لانه المي كثيره، فهذا يؤدي الى ديلوتد يورين. ممتاز. طيب اذا انت عندك ووتر ديفكت، اذا انت بالصحراء ومعزول ومش شربت مي ليوم كامل، يعني ما عندكش مي داخل جسمك، وبالتالي هون a water defect establishes a hypertonic ECF. منطقيا انت كميه المي داخل جسمك اصلا قليله، وبالتالي تركيز المواد داخل هذا اللي هو بسم الله الرحيم داخل ECF راح يكون عالي. ليش؟ لانه انت عندك هذا المقام قل. نفترض هاي ثابته، المقام قل، شو راح يصير بالكونسنتريشن؟ راح يزيد، اما يؤدي الى تكوين ايش؟ هايبرتونيك. وكلمه هايبرتونيك اخوان معناته الكونسنتريشن تبع المواد زاد فقط لا غير. ولما يكون انت عندك هايبرتونيك اي سي اف، يعني راح يصير في ذلك انت كونسنتريتد يورين، وكميه الماء اللي قاعد تطلع فيه قليله، مما يؤدي الى كونسنتريتد يورين، والكونسنتريشن تبع سوليد فيه عاليه. كيف احنا بنقدر نسوي هاي المعلومه كريت؟ يعني كيف الكدني بتسوي كل هاي الشغله؟ بحكي لك عن طريق ميكانيزم الا وهي vertical osmotic gradient in the interstitial fluid of the renal medulla، بحكولها counter او اللي هي يعني احنا حكينا ان شاء الله قدام، هي counter current multiplication mechanism. هذا بحكي لك ان والله انت لما تطلع على اللوب اوف هنلي او على الرينال ميدلا، راح تلاحظ انه والله كل ما انت قاعد بتنزل لتحت، كل ما قاعد بزيد اللي هو التركيز داخل الانترستيشيوم، فانت عندك vertical osmotic gradient in the interstitial fluid of the renal medulla. خلينا نشرحها ان شاء الله بالتفصيل ممل ان شاء الله، تمام؟ نحكي عن الميدلري vertical osmotic gradient. بحكي لك we already know that normal osmolarity of the body fluids of any compartment is around 300 ملي اوزمول بلي، تمام؟ احنا بنعرف بانه التراكيز والاوزمولاريتي تبعت البادي فلويدز في اي جزء من اجزاء الجسم بيكون 300 ملي اوزمول بلي، صح؟ ممتاز. But in order to concentrate urine ونزيد الكونسنتريشن تبع اليورين and prevent large volume of water from being lost, the kidney must maintain a high concentration of solutes in the medulla. احنا حكينا يا اخوان ان 99% من المي اللي عندنا لازم يصير لها ريابزوربشن، صح؟ وبالتالي بيجي بحكي لك عشان نقدر والله نمتص ونسوي ريابزوربشن للارج فوليوم اوف ووتر ونمنعها من ان والله تخسر الى خارج الجسم، لازم احنا نسوي هاي كونسنتريشن حوالي التيوبيولز تعمل على انه والله نقل، ها
لازم نعمل نسوي هاي كونسنتريشن 900 هون وراح توصل 1200 كمان. لازم نسوي هاي كونسنتريشن حوالي تيوبولز تؤدي الى ماذا؟ تؤدي الى السماح للماء بانه ينتقل من داخل هذه اللي هو التيوبول او داخل اللي هو الديسيندنج فينلي باتجاه من؟ باتجاه الانترستيشن عشان نسوي ري ابزوربشن للمي. ترى اخوان هي هاي الفيرتيكال ميدلري اذا اوزموتيك جريدينت بكل بساطه اسمها فيرتيكال اي انه فيرتيكال معناها عمودي اي كل ما نزلنا لتحت قاعده بتزيد اوكي هذا اللي هو الميدلري وهذا المعنى فيرتيكال وميدلري اي انه باللوب فينلي احنا بنعرف اللوب فينلي خصوصا بالجكستا ميدلري نفرونز هاي اخوان عمليه بتصير خصوصا بالجكستا ميدلري نفرونز اذا كنتم متذكرين اللي هو اللوب فينلي تبعتها تقريبا كلها بتكون وين في الميدلا وبالتالي هاي اللي هي النقطة قاعدة بتصير وين كلياتها بالميدلة فسميناها ميدلري وأوزموتيك جريدينت لأن التراكيز العالية اللي هون تؤدي إلى انتقال الماء بالأوزموسز من التيوبولز باتجاه من باتجاه اللي هو انترستيشيوم فهذا هو تحليل اللي هو المصطلح كامل فبيحكي لك a large فطبعا بحكي لك the kidney must maintain a high concentration of solution in the middle زي ما حكينا a large vertical osmotic gradient is established in the interstitial fluid of the medulla فإحنا قاعد بصير في عندك vertical أي نوع عمودي كل ما نزلنا لتحت افترضي هاي عبارة عن loop فينلي يا إخوان ولكن هي رسمة صراحة شوي معاق يعني ولكن تخيلي والله بالكورتكس احنا كل ما قاعدين ننزل لتحت كل ما قاعدين ننزل لتحت زي هيك قاعد ايش تصير في عندك بيزيد تراكيز المواد وهسه نحكي ليش قاعد بيزيد فهذا زياده تراكيز المواد اللي هي قاعد بتطلع فوق مثلا بيكون 100 وبيضل نازل لتحت يوصل حتى تقريبا 1200 ملي اوزمول بير لتر this increase follows the hairpin loop of Henle then deeper and deeper in the medulla المقصود لك هذا الانكريز وهي الزياده قاعده تمشي مع مين مع اللوب فينلي حيث انه والله اثناء اللي هو اللفه هاي كل ما نزلنا لتحت كل ما نزلنا لتحت بهذا اللوب فينلي قاعد بزيد عندنا ايش الكونسنتريشن اوف ماتيريال هون ممتاز This osmotic gradient exists between the tubular lumen and the surrounding interstitial fluid. ما بدها منطق يعني احنا مبينه هاي الاوزموتيك جريدينت بين مين ومين قاعده بتصير ما بين اللومن اللي فيها المية وما بين الانترستيشال فلويد اللي هو قاعد بزيد فيه الكونسنتريشن عشان نقدر نطلع المي من اللومن باتجاه الانترستيشال فلويد بيجي بيقول لك the medullary vertical osmotic gradient is generated via ميكانيزم اسمها counter current multiplication mechanism وهاي الكاونتر current multiplication mechanism شرحتها فوق ترى يا اخوان قلت لكم عنها انه والله انت عندك بالاسندنج لوب فينلي هو بس بيطلع منه ايش سوليوتس اتس فور ري ابزوربشن سوليوتس بس ما بيطلع منه مي وقلت لكم الديسندنج بيطلع منه ايش مي من دون سوليوتس ممتاز وقلت لكم انه والله دائما المي بتلحق الان اي سي ال صح واحد قلت لكم واحد ممكن يجي السؤال انه والله طب يا دكتور انا قلت الان اي سي ال هون قاعد تطلع بس ما في مي قاعد بتلحقها مباشره كيف هذا الحكي وقلت لكم بانه بالاسندنج لوب فينلي قاعد بيطلع عنا ان اي سي ال لبرا صح اما يؤدي الى زياده تراكيز المواد في الانترستيشن فلويد كل ما نزل لتحت صح ممتاز فزيادة تركيز المواد هذه تؤدي إلى خروج الماء من المكان اللي بقدر يطلع منه اللي هو من وين؟ من descending loop فينلي وبالتالي أنت صار في عندك reabsorption للسوليوتس هون هون هنا reabsorption للسوليوتس هون أبدأ إلى زيادة تركيز المواد في الانترستيشيوم وهذا أدى إلى خروج الماء من descending loop فينلي عن طريق الأزموسيس وتكوين الميدلري فيرتيكال جريدينت هنا كان نسوي بالتفصيل ان شاء الله كمان نحكي عن كاونتر كرنت ملتيبليكيشن ميكانيزم تعال شو بحكي لك اخوان ان اي سي ال از اكتيفلي ترانسبورتد فروم ذا فلتريت ان ذا ثيك اسندنج لمب انتو ذا انترستيشال فلويد ريزنج او هي ريزنج ذا اتس ان اي سي ال كونسنتريشن يعني امتى عندك اول شيء بالثيك اسندنج لمب ببلش الـ NACL يطلع في جميع اتجاهات على Interstitial Fluid مما يؤدي إلى زيادة تراكيز ولاحظوا الـ NACL قاعد بطلع وبنزل يؤدي إلى زيادة تراكيز تحت في النهاية وفي عندك والله انت وهو فلتريت ماشي بالديسندنج احنا حكينا اتس بيرميبل تو وات اتس بيرميبل تو ايش تو ووتر سو ذا ان اي سي ال بامبت انتو ذا انترستيشال فلويد يؤدي الى دروينج ذا ووتر اوت اوف ذا فلتريت ان ذا ثين ديسندنج لمب انتو ذا انترستيشال فلويد فهذا الان اي سي ال اللي تراكم عندنا بالانترستيشال يؤدي الى دروينج وسحب وجر الماء من الديسندنج لوب اوف هنلي باتجاه هذا الانترستيشيوم ممتاز ريمبر ذات ذا لوب اوف هنلي از ا يو شيبت ستراكشر اللوب اوف هنلي عباره عن يو شيبت في عندك ديسندنج اخوان بعدين تو الاسند ان بارالويت تسوي اللي هي الايش الثيك اسندنج ممتاز ذا ثين ديسندنج بارت للمره المليار از اونلي بيرميبل تو ووتر الديسندنج والنازله فقط للمي والثيك اسندنج بارت از امبيربل تو ووتر ولا تعمل امتصاص الماء وانما ماذا على امتصاص فقط السوليوتس من امثلته هي ايش ترانسبورتنج اوف ان اي سي ال
because of the NACL transporters that are powered by the NA plus KETPs موجودة هناك. وإحنا حكينا عن هاي الشغلة اللي قبل إنه والله أنت في عندك على اللي هو البيز لاترال سايد في عندنا اللي هي NA plus بوتاسيوم أو صوديوم بوتاسيوم بامبس التي تؤدي الى تكوين اللي هو الكونسنتريشن جريدينت داخل تيوبلر سيل، ومما يؤدي الى دخول الصوديوم داون اتس كونسنتريشن جريدينت داون اتس الكتريكال جريدينت من اللومن باتجاه التيوبلر سيلز في الثيك اسندنج لمب عن طريق تو كاريرز وتو تشنلز اللي هي ان اي بلس 2 سي ال كي بلس او اللي هي الصوديوم بوتاسيوم 2 و2 كلورايد كو ترانسبورتر او اللي عباره عن صوديوم اتش بلس كو ترانسبورتر كاونتر ترانسبورتر. هذيك مش فهميتنا هسه يعني هذا مهم كثير صراحه. اوكي ذا موفمنت اوف سوليوتس to the outside of the tubule in the thick ascending limb will create an osmotic gradient. بحكي لك حركة السوليوتس إذا خارج التيوبيول بالثيك ascending limb يؤدي إلى تكوين osmotic gradient. وزي ما حكينا شو معنى كلمة osmotic gradient؟ أي أنه يزيد تراكيز المواد في الانترستيشيوم وبيخليه hypertonic، ويؤدي ذلك في النهاية إلى أنه المواد واللي الفلتريت اللي قاعد بيمشي بالdescending limb يؤدي إلى خروج الماء منه، لأنه اللي برا hypertonic solution اللي حكينا عنه بالفيرست بمحاضرة كاملة ونبحثنا فيه. ممتاز. وبالتالي هذا يؤدي الى ايش؟ causing the movement of H2O out with the filtrate in the thin descending limb into the interstitial fluid. ممتاز. This mechanism will help to create a hyperosmolar medullary interstitium. منطقيا انا طلع عندي NACL من descending limb من ascending limb باتجاه من اتجاه الانترستيشيوم، مما ادى الى زياده تراكيز السوليوتس هون، وزياده التراكيز يعني ايش؟ صار في عندك hyperosmolar interstitium. وبالتالي بما انه كمان بالمدله هذا اللي زي حكينا اللوب فيلم اللي جاي بالمدله، وبالتالي كون عندك ايش؟ هايبر اوزمولر اي تركيز المواد فيه عاليه، مدلر ايه بالمدلره بالمدله، وبالانترستيشيوم اي انه المحيط بالنفرون او بالمحيط اللي هي ايش؟ بخلايا النفرون. اند هايبو اوزمولر فلتريت. ليش بيصير في عندك هايبو اوزمولر فلتريت؟ لانه انت وانت طالع زي هيك طلعت تقريبا كل ان اي سي ال اللي عندك، لانه انت طالع زي هيك بطل في عندك سوليوتس هون كثير، وبالتالي السوليوتس هون قلت كثير في الفلتريت الطالع من الاسندنج لمب، اما اذا عندك نقصان تراكيزها بسبب الان اي سي ال طلع، وبالتالي نقصان التركيز سميناه هايبو اوزمولر، وبالتالي صار في عندك هايبو اوزمولر فلتريت بطلوع الان بطلوع الاسندنج بعد اللي هي اسندنج كامل، وفي عندك انترستيشيوم صار ماله هايبر اوزمولر انترستيشيوم. والله الموضوع سهل يا اخوان وما فيه شيء. نشوف هسه طبعا هاي رسمه يا اخوان بس اللي هي حرفين اللي كان موجود في السلايدات وشرح ان شاء الله يكون راح يكون تحت. The details of the counter current multiplication process هون انا حاطه بالتفصيل الممل. بيقولك imagine that we have a brand new nephron. The osmolarity of both the filtrate and the tubule and the interstitial fluid is normal 300. يعني امتى لو انك انت اخذت نفرون جديد لنج يعني جايبه هسه من الوكاله راح تلاقي والله انه الفلتريت اللي هون عندك 300 صح؟ اللي جاي من الجسم احنا حكينا osmolarity تبعت اللي هو الجسم 300. انت اللي قاعد جاي عندك من الجسم 300 والانترستيشن فلويد راح يكون 300 وبعد ما فيش ما تعدل عليه ولا شيء، بعد مش صار عليه ولا تعديل. اوكي؟ بيجي بحكي لك as the ascending limb transports solute in the interstitium the tubular osmolarity will reduce and the osmolarity of the interstitium will increase and the interstitium will become hypertonic. فقاعد بحكي لك انه والله اثناء ما هو هذا الفلتريت ماشي هيك ومشي مشي 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 هون مش عارف في عندك بالبدايه ووتر ترانسبورتيشن. ليش؟ لانه هون 300 هون 300 وبالتالي ما مش هتنتقل، ولكن لما تيجي انت عندك على اللي هو الاسندنج لوب فينلي الان اي سي ال راح يطلع طريق ترانسبورتر تبعونه، فخروج السوليوت الى الخارج سيؤدي الى ماذا؟ سيؤدي الى تكوين هايبر اوزمولر انترستيشيوم تراكيز المواد فيه عاليه ونقصان تراكيز المواد في الاسندنج لوب في الليف تكوين هايبو اوزمولر فلتريت صح؟ ممتاز. فنقصان التركيز ونقصان الاوزمولاريتي وين في ايش؟ نقصان الاوزمولاريتي في الاسندنج لمب وايش؟ انه زياده الاوزمولاريتي في وين؟ في الانترستيشيوم ويؤدي لهايبرتونيك انترستيشيوم. The increased osmolarity of the interstitium will cause an osmotic gradient and the water will move from the descending limb to the interstitial fluid. ما بتعلم احنا عندنا ال NACL طلعت من اللي هو ايش؟ من الاسندنج، سوى عندك ايش؟ هايبر اوزمولر، هيو ادى الى هايبر اوزمولر. باللف الثاني لما يجي عندك فلتريت جديد اللي هو تركيز فيه 300 هذا سيؤدي الى ايش؟ انتقال الماء من هذه اللي هو التيوبيول اللي هون الى وين؟ الى خارج التيوبيول الخارج التيوبيول اللي هو الديسندنج لمب عشان نقدر نسوي تراكيز المواد بين الجهتين بحيث تصير ايش؟ 400 كمان. ممتاز.
فيجي بيحكي لك the increased osmolarity of the interstitium will cause osmotic gradient and the water will move from the descending limb to the interstitium. راح ينتقل من descending interstitium with the tubular osmolarity of the descending will increase. يعني المقصود انه احنا نازلين هون في ال descending limb كل ما نزلنا التركيز تبع اللي هو المواد قاعد بيزيد بنفس تركيز المواد الموجودة في الانترستيشيوم، لأنه حرفين المي راح تنتقل لبرة إنه إيش يتساوي التركيزين، وهون راح تنتقل المي يتساوي التركيزين، وهون نفس الإشي. فإحنا نازلين هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى زيادة تراكيز المواد داخل إيش التوبيول. نكمل. So we reabsorb both water and sodium ions to the blood vessels, and this process is the same in all cases. If we drink a lot of water or don't drink water at all. يعني المقصود إنه والله إحنا راح نظل نمتص water، راح نظل نمتص مي، راح نظل نمتص NaCl حتى لو إنه مشربناش مي في حالة أنت dehydration. مش معقول والله انه انت حرفيا انت افرزت كل يعني انت كل كميه الميه اللي انت عندك في جسم الانسان افرزت اللي هي صار لها فلتريشن وانت مسوي ان قلنا نسوي 99% ايش ري ابزوربشن صح. تخيل والله انت ما سويتش ري ابزوربشن بالمره وطلعت 99% من جسمك من الميه اللي داخل جسمك الى خارج الجسم، يعني مش منطق صح. وعلى العكس كمان انه والله عفوا انه والله انه هذا اللي هو الري ابزوربشن يعني قصدي اللي هي اف وي درينك ا فوتر عفوا اف وي درينك ا فوتر حتى لو شربنا كميه ميه كبيره هذا الابزوربشن حتى مع كميه ميه كبيره راح يضل ومش راح يروح. احنا اللي هو الكنترول تبع الوتر ري ابزوربشن بيصير في مناطق اخرى عن طريق الديوريتيك هرمون، ملكيش دخل لهون. هون وظيفه هاي اللي هون انه يسوي عندك ايش كونسنتريتد يورين. كيف كونسنتريتد يورين؟ عن طريق تطليع كميه ماء كبيره جدا من هذا اللي هو الديسندنج لوب فينلي، ما يؤدي انه والله تحت بيوصل تركيز المواد ل 1200 تقريبا. وبعدين احنا طالعين بنطلع شويه ان اس ال على الجهتين وبنطلع ان اس ال شويه بنطلع كثير ان اس ال على الجهتين عشان تكون هايبرتونيك انترستيشيوم ويؤدي لهايبو اوزمولر فلتريت ويكون كونسنتريتد يورين في النهايه. ممتاز. وبالتالي احنا هاي العمليه بتصير اذا حتى اوفر هايدريشن او ريهايدريشن هاي العمليه صايره انت تمتص ووتر من الديسندنج ليمب وبتمتص صوديوم من الاسندنج ليمب. لو حاب نكمل عارفين يا اخوان هاي البروسيس قاعد تنعاد وتنعاد وتنعاد، حيث انه كل مره انت قاعد بيجيك فلتريت هذا الفلتريت قاعد يمر من هون طلع مره الفلتريت من هون وقاعد بيطلع من هون ايش ان اي سي ال زاد تركيز المواد هون. بعدين باللفه الثانيه ما اجى عندك فلتريت ثاني اجى عندك الفلتريت هيك وبلش يطلع المي لبرا طلعت المي لبرا وكل ما زلت تحت لاحظ انه والله اللي هو تركيز السوليوس قاعد بتزيد صح. وبالتالي كل ما طلع كل ما زلت تحت قاعد المي بتزيد تروح لبرا عشان تساوي ايش بتركيز السوليوس لبرا. وبالتالي ذا انترستيشيوم كل ما نزلنا لتحت شو قاعد بصير فيه قاعد بزيد وال الفلتريت داخل الديسندنج ليمب كل ما نزلنا لتحت شو قاعد بصير فيه قاعد بزيد كمان عشان يواكب مع مين مع الانترستيشيوم. على عكس مين؟ على عكس اللي هو الاسندنج ليمب اللي هو كل ما مشي فيه الفلتريت كل ما قاعد بقل فيه تركيز الايش المواد، لانه زي ما حكينا اثناء ما هو الفلتريت ماشي في هذا الاسندنج ليمب قاعد بيطلع منه ايش ان اي سي ال الى الخارج صح. وبحكي لك عيد والله هاي اللي هي العمليه 3-4-6 مرات بتلاحظ والله انه تكون عندك النفرون زي النفرون الطبيعي وصار عندك هاي اللي هو التركيز، حيث انه انت صار في عندك كل ما نزلت تحت كل ما زاد التركيز اللي هو المواد كل ما زاد اللي هو التركيز اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم التركيز اللي هو انترستيشن صار عندك هايبر اوزموتيك انترستيشن، وحيث انه الماء واليورين قاعد بيجي هون قاعد بيضل يطلع لبرا عشان يسوي ايش بالتركيز الموجود عندك في الانترستيشن. ولما يطلع عندك في هون في الاسندنج ليمب ما في عندنا ووتر ري ابزوربشن بالمره وانما السوليوت بلشت تطلع لبرا عشان تحافظ على هذا الانترستيشن يكون هايبر اوزموتيك. بس بيحكي لك سوليوتس ويل موف اوت اوف ذا اسندنج ليمب سوليوتس تطلع من الاسندنج والووتر طبعا وين؟ من الديسندنج. ممتاز. This process and the process will continue over and over to produce a hyperosmolar medullary interstitium with vertical osmotic gradient and hypoosmolar filtrate. هاي المرة الثانية بنحكيها، مرة مليار عفوا، مرة مليار بحكي لك انه والله انه احنا هاي العملية راح تتكرر وتتكرر وتتكرر، حيث ان الـ NaCl راح يضل يطلع من الاسندنج ليمب يحافظ على تكوين hyperosmolar medullary interstitium. وايضا مما يؤدي الى والله انه بسبب الان اي سي ال كثير قاعد تطلع من هون يؤدي الى نقصان تركيزه في الفلتريت في النهايه فتكوين هايبو اوزمولر فلتريت والذي قد يسوي ماذا؟ يسوي 100 ملي اوزمولر فلتريت. هذا طلع علي في النهايه قد يؤدي الى والله تركيز اليورين في النهايه يوصل لحد 100 ملي اوزمولر في الليتر.
طبعا هاي هون انه والله هاي مش النهايه، عشان انت في عندك اللي هي الديستل تيوبيول، وفي عندك كمان ايش كوليكتنج داكت، انت ستؤثر كمان على تركيز المواد وتؤثر على تركيز اللي هو ايش اليورين، حيث انه في النهايه يطلع تركيز اليورين اللي احنا بدنا اياه. يعني مثلا لو طلعنا احنا مثلا نص لتر بس باليوم، التركيز اليورين في النهايه راح يطلع عندك حرفين قريب 1200، فانه ايش مش كبير 1200 ملي اوزمر بالليتر. المهم التفاصيل مش كثير مهمه. The absence of the ADH hormone leaves the distal tubule and the collecting duct impermeable to water. يعني هذا الـ ADH hormone اللي حكينا عنه، هذا الـ ADH hormone راح يروح على الـ distal tubule وعلى الـ collecting duct وراح يخليها impermeable to water with some salty absorption. يعني ADH بخلي انت عندك salty absorption قليل جدا، ولكن بخلي عندك salty absorption. ولكن اذا انت عندك الـ ADH hormone كميته كبيرة راح يوقف الـ water reabsorption نهائيا، ويؤدي الى خروج الـ water زي ما هو. وين؟ عفوا هي يؤدي ان انا والله بسم الله الرحمن الرحيم بس خلينا ناخذ نفس السريع. اوكي زي ما حكينا the absence of ADH hormone، اذا احنا ما عندنا ADH بالمره، the ADH hormone is scarce قليل لا يوجد منه شيء، هذا سيؤدي الى جعل الديستل تيبيول والكوليكتنج داكت مالهن impermeable to water. احنا ال ADH اخوان شو وظيفته؟ إذا قلت لك أنتي ديورتيك هرمون، هو عبارة عن هرمون يذهب إلى الديستال تيوبيول والكوليكتنج داكت، يؤدي إلى امتصاص أكبر كمية مي ممكنة من هذول المنطقتين عشان نمنع خروج اليورين. أنتي ديورتيك، عدم التبول اسمه يا إخوان. تجدين إحنا إيش مسوي؟ منزيد كمية المي الراجعة لجسم الإنسان with subsaltry absorption. يعني ADH حتى لو إنه راح كامل راح يظل في عندك ده شوية salty absorption، ولكن راح يبطل أنت في عندك water reabsorption شبه بالمرة بهذه المنطقتين. فهذا يؤدي إلى أن اليورين will leave with a 100 ملي أزمول per liter tonicity as diluted urine. A huge amount of urine compared then with small amounts of substances. بيجي بحكي لك أنه إحنا طلع عنا من اللي هو الأسنين لوب فيني قديش تركيز المواد 100 صح؟ ولكن احنا في عنا الـ ADH بيروح يثبط، بيروح على عفوا بيروح على اللي هو الديستال تيوبيول على الكوليكتنج داكت، بيروح بيعمل على زيادة كمان الـ H2O reabsorption تمام، وبيؤدي الى زيادة الـ water reabsorption بكمية كبيرة، اما يؤدي الى زيادة تركيز المواد اللي موجودة هون صح؟ بحكي لك اذا الـ ADH كان هي خلص معدوم، اذا عدم اللي هو الـ ADH، هذا يؤدي الى انه والله الـ water reabsorption من الديستال تيوبيول والكوليكتنج داكت انعدم، بطل في عندك ووتر ري ابزوربشن. لما ينعدم عندك الووتر ري ابزوربشن هذا التركيز مش راح يختلف، الفوليوم ثابت، الفوليوم ثابت والماس تقريبا ثابته، وبالتالي الكونسنتريشن راح يطلع في النهايه ماله تقريبا ثابت. يعني راح يطلع زي ما ان زي كانه والله طلع من هون وعلى طول على طلع وين؟ عبر اليوريثرا، طلع عن طريق اليوريثرا. ليش؟ لانه هون بعد هالمنطقه ما صار عندك ولا ذره ري ابزوربشن للووتر، اذا ما صار اذا ها in the absence of ADH اخوان، اذا ما كان عندك ADH في الوضع الطبيعي اكيد في عندنا ADH وفي عندنا reabsorption of water وزياده في تركيز اليورين، ولكن اذا ما عندنا ADH هذا يؤدي الى diluted urine، اي المقصود انه في عندك كميه مي كبيره هون مقارنه بالسوليوس الصغار اللي طلعنا هون كميه NaCl هائله من احنا هون صح؟ وبالتالي we have what we have اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم huge amount of urine يعني huge amount of water with a small amount of substances. ممتاز. عند ديورتيك هرمون الذي يسمى ADH واللي هو نفسه فازوبريسن. اوكي ADH is a hormone produced by the hypothalamus and secreted by the posterior pituitary in response to increasing serum osmolarity or severe hypovolemia. بحكي لك هذا الانتيديورتيك هرمون او الفازوبريسن يا اخوان هو عباره عن هرمون ينتج داخل الهايبوثالامس. خلينا نفتح لكم عليها صوره والله حلوه بس ثانيه. اوكي نطلع هون، انت في عندك منطقه في الدماغ لو تيجي تقرب كثير على هون المنطقه اللي هون اسمها هايبوثالامس، هايبوثالامس، ولازم هاي الهايبوثالامس زي هيك شيء اسمه بيتويتري جلاند تحتيه جايه. هاي البيتويتري جلاند يا اخوان اذا ناخذين تقسم الى فصين، الجزء الامامي منها اسمه انتيرير بيتويتري والجزء الخلفي منها اسمه بوستيرير بيتويتري. داخل الهايبوثالامس ينتج لدينا هرمون الانتيديورتيك هرمون، هذا الانتيديورتيك هرمون ينتج هون وبنزل بنزل بنزل وين يخزن؟ داخل البوستيرير بيتويتري فقط. حلوين؟ وبالتالي هذا الانتيديورتيك هرمون يخزن في البوستيرير بيتويتري الى ان يحين وقت انه يصير السكريشن. ممتاز. So it's secreted by the posterior pituitary ولكن ايش produced by the hypothalamus in response to increasing osmolarity
or severe hypovolemia. في حال قل عندنا كمية الدم وحجم الدم بشكل كبير عشان يفرز الاي دي اتش والحفاظ اسمه انت ديرتك، وبالتالي ايش راح يسوي لنا؟ يحافظ على كمية الميكروبيتا داخل جسم الانسان. ممتاز. في حالة قل عندنا كمية اللي او حجم الدم كثير، هايبو نقصان، فول اي حجم، وايميا الدم، وبالتالي نقصان حجم الدم يا اخوان. اذا عندك سي بي سيفير هايبوفوليميا سيفرز الاي دي اتش بكميات عالية، او اذا زادت اللي هي السيرم اوزمولاريتي وزاد تركيز المواد كثير. المقصود انه اذا زاد تركيز المواد كثير هذا قاعد لك شغلتين، يا انه الماس زادت يا انه الفوليوم قلت، واحدة من هذول الثنتين اور، واي واحدة منهم ما بتفرق عنا، احنا بدنا نرجع نعوضها. يعني المقصود اذا الماس زادت احنا نروح نزيد الفوليوم تبع اللي هو الدم عشان نحافظ على الكونسنتريشن ثابت، واذا الفوليوم قل اكيد راح نسوي ايش؟ افراز لهذا الاي دي اتش عشان نقدر ايش؟ نرجع حجم المواد، حجم اللي هو الفوليوم اوف بلد لحاله طبيعيه. فبيحكي لك نو فازو بريزنت، اذا ما كان في عندنا فازو بريزنت، اذا ما في عندنا اي دي اتش، ديستال وكون لكتين دكت ار امبيربل تو ووتر، الديستال تيبيولز والكولكتين دكت لم تكون بيربل ووتر، ومش راح يكون في عندك اي ري ابزوربشن للمي اذا ما كان في عندك اي دي اتش. فهذا يؤدي الى لارج فوليوم اوف دولوت يورين، هذا يؤدي انه والله كل المي اللي عندك هون ما صار لها ولا ذره ري ابزوربشن وكلها طلعت باليورين. اما ادى الى ماذا؟ ادى الى دولوت يورين، ويورين مالي وتركيز المواد فيه قليل. No H2O reabsorption in distal portion of nephron, excess H2O eliminated. وبالتالي هذا يعني معناته انه والله احنا ما في عندنا H2O reabsorption في المكان الاخير من النفرون، وبالتالي انت عندك كمية ماء اكبر صارت لايش؟ excretion. ولكن اذا صار في عندك انت vasopressin release، فانك اللي هي vasopressin هرمون افرز الى الدم وذهب الى النفرون، هذا يؤدي انه يروح على اللي هي الديستال كولكتين داكتس، اما يؤدي الى جعلها بيرميبل تو ووتر. فبيحكي لك سمول فوليوم اوف كونسنتريتد يورين اكسكريتد. اذا عندك انت اي دي اتش، الاي دي اتش يذهب الى الديستال تيبيول والكولكتين داكت ويزيد منها ايش؟ يزيد الاتش 2 او ري ابزوربشن، وزياده هذا الاتش 2 او ري ابزوربشن يؤدي الى زياده ايش؟ التراكيز. كيف؟ انت بكل بساطه قللت حجم اللي هو ايش؟ اليورين، صح؟ قللت حجم الماء في اليورين، الماس ما حتحكم فيه، ظلت ثابته، الكونسنتريشن شو راح فيه؟ اذا الفوليوم قل شو راح يصير الكونسنتريشن؟ راح يزيد، وبالتالي انت زدت من الكونسنتريشن تبع اليورين، فطلع عندك ايش؟ كونسنتريتد يورين. فبيحكي لك كونسنتريتد يورين از اكسكريتد، ري ابزورب اتش 2 او بيكت اب باي بيريتيوبلر كابيلاريز، بيريتيوبلر كابيلاريز اند كونزيرفد فور ذا بودي. إذا ما في عنا ADH اليورين بيكون ديلوت، وإذا في عنا ADH يؤدي إلى concentrated urine. ممتاز. Secretion of concentrated urine. Okay, in this case more water is needed for the body. إذا إحنا قاعدين بنفرز urine that's concentrated، يعني حجم المي فيه قليلة، وإحنا سوينا اللي هي إعادة امتصاص لحجم كبير من المي، هذا يعني إنه إيش؟ إنه إحنا بدنا الجاي المي لجسمنا، والسكريشن راح يقل. The first few parts of the nephron remain unchanged. يعني المقصود انه والله لما نحكي عن proximal والوبفنلي راح ضلنا زي ما هن. انه والله بتبلش نورموتونيك 300 في البروكسيمال تيبيول، بعدين مثلا عندك هايبرتونيك سولوشن بالديسندنج لوبفنلي، هاي وانت نازل، هاي وانت نازل هون، بعرفش والله انا روحت الصوره، عفوا مستني، احنا هون حكينا مثلا وانت نازل هيك قاعد مثلا عندك هايبرتونيك سولوشن داخل الفلتريت، وانت طالع هيك عندك هايبرتونيك، صح؟ وبالتالي اول اجزاء منها بتكون اللي هي طبيعيه، بتبلش نورموتونيك في البروكسيمال، بعدين بالديسندنج بتصير هايبرتونيك، بعدين بالاسندنج بتصير هايبرتونيك. ممتاز. بحكي لك the difference is that the ADH hormone is secreted increasing the permeability to water، وبالتالي allowing reabsorption of water from the distal tubule. بحكي لك هون الفرق انه والله عند الاي دي اتش لما يروح ينفرز راح يروح على وين؟ راح يروح على distal tubules وعلى اللي هو collecting ducts، مما يؤدي الى زياده البيرميبيليتي اوف ووتر وزياده الري ابزوربشن اوف ووتر، وهذا يؤدي الى allowing the reabsorption of water واعاده امتصاص الماء من هذه المنطقتين اللي هي distal tubule والcollecting duct to the peritubular capillaries by opening water channels. شو اسم الwater channels؟ aquaporins يا اخوان. حيث ان ADH يا اخوان معلومه لكم، ADH يذهب الى distal tubules والcollecting ducts وبيزيد عدد الووتر تشنلز الموجوده عندنا، يعني بيزيد عدد الاكوابورينز الموجوده في الديستال تيبيول والكوليكتين داكس الموجود هناك، ما يؤدي الى زياده الووتر ري ابزوربشن. الاي دي اتش ليدز تو انسيرشن اوف اكوابورين، اي مش انا مش لكم بس من الامتحان كمان يعني. اوكي، الاي دي اتش ليدز تو انسيرشن اوف اكوابورين تشنلز ان ذا ديستال تيبيول والكوليكتين داكس. اذا والله بالامتحان جاب لك سؤال اي دي اتش وين شغال
وانت حطيت معلومه غير الديستريبيو كليت انت شو بيسوي فيك؟ سمباتيك انرفيشن صح؟ اسد بدي اقلب اسد انا هذا المؤاخذه which leads to reabsorption of water by osmosis. مثل الاي دي اتش قاعد بيروح بيزيد الاكوابولين اكسبريشن وعدد الاكوابولين شنس في الديستريبيول كوليكت اندكت اما يؤدي الى زياده الري ابزوربشن اوف ووتر عن طريق الاوزموسيس. ممتاز. ان ذس كيس يورين بيكمز نوتسبلي داركند يلوش بصير لونه اصفر فاقع او اصفر غامخ ان اتس فوليوم از مينيمايز تو اباوت هاف 1 لتر يورين اوتبوت سيمبتومز اوف ديهايدريشن. يعني المقصود انه والله احنا حرفيا نقدر نطلع يعني نص لتر باليوم ما يورين ولكن ممنوع اقل من هيك وانا حكينا هاي معلومة انه والله في حال اليورين كان كونسنتريتد اكبر كونسنتريشن اليورين ممكن يوصل قديش 1200 ملي اوزمول بير لتر واحنا لازم نخرج 600 ملي اوزمول كل يوم. اذا انا عندي كونسنتريشن 1200 وانا لازم اخرج ملي اوزمول بير لتر وانا لازم اخرج 600 ملي اوزمول قديش انا لازم يكون عندي الحجم؟ بكل بساطه الكونسنتريشن 1200 ضرب اللي هي عفوا انا عندي اللي هو الحجم او الماس 600 وانا عندي اللي هو الكونسنتريشن 1200 اقسم على بعض بطلع لك الفوليوم قديش؟ لا برا نص لتر. ممتاز. رينال كليرانس وهو اخر موضوع جدا سهل وانا حكينا كلياته قبل يا اخوان. باي ديفينيشن ذا رينال كليرانس اوف سبستانس از ذا فوليوم اوف بلازما ذات از كومبليتلي كليرد اوف ذا سبستانس باي ذا كيدنيز بير يونت تايم. رينال كليرانس اي هي كميه الماده اللي بيصير لها اكسكريشن او كليرانس او اللي عباره عن اخراج الى خارج الجسم بير يونت تايم في وقت محدد من الزمن. تمام. How is renal clearance? If the substance is filtered and not reabsorbed nor secreted, the plasma clearance equals the GFR. بتتذكروا حرفين هسا كل إشي راح أحكي أنا لقدام هو كل إشي ذكرين إحنا من قبل عن إنه والله أنت في عندك مواد بسلها أنت إيش filtration وما بسلها لا secretion ولا reabsorption وفي عندك مواد بسلها reabsorption كامل وفي عندك مواد بسلها secretion كامل. أحكي لها هالمعلومات صح؟ فقاعد بحكي لك إنه والله إذا substance عندك صار filtration وظلت مكملة زي المحترمين لا صار لها reabsorption ولا secretion معناته البلازما كليرنس والاكسكريشن حكينا يساوي لايش؟ يساوي للجي اف ار تذكروا فوق شرحناها. ومن امثله هاي المواد الانيولين والكرياتينين. بحكي لك ذا انيولين از ان ايديال سبستانس انجكتد انتو ذا بودي تو كومبيوت كليرنس ريت. بتعرفوا يا اخوان ليش بيحبوا يستخدموا الانيولين اكثر من الكرياتينين؟ حكى لك اتس ذا ايديال سبستانس هون صح؟ يعني يا اخوان حرفيا بنفوت اللي هي الانيولين والكرياتينين على داخل جسم الانسان عشان نقدر نشوف قديش كميه الجي اف ار فقط لا غير. اوكي الانيولين يفضل فوق الكرياتينين. ليش؟ الكرياتين او الكرياتينين هو عباره عن ماده ناتجه عن المصل ميتابوليزم وبالتالي الكرياتين احنا اوريدي في عندنا كميه منها داخل جسم الانسان وبالتالي ممكن والله هاي الكميه تختلط مع الكميه اللي احنا سويناها انجكشن وبعدين صار فينا خربطه بالحسابات. بينما الانيولين ليست موجودة داخل جسم الإنسان وإنما هي عبارة عن مادة إحنا بنصنعها بالمختبر. هاي المادة إحنا بندخلها جسم داخل جسم الإنسان ليست موجودة من قبل بصير لها فلتريشن وما بصير لا سكريشن ولا ري أبزوربشن وبالتالي عن طريقها نقدر والله إنه إحنا نحسب الكليرنس ريت وبالتالي نحسب الإيش الجي أف آر. والمادة الثانية هي الكرياتين زي ما حكينا it's an endogenous substance أي مادة توجد أصلا داخل الجسم وهي ناتجة عن المصل ميتابوليزم that is only filtered ما بصير لا reabsorption ولا secretion. طيب إذا كانت substance filtered and reabsorbed بصيرها reabsorption بس not secreted بحيث البلازما كليرنس ريت از اولويز ليس ذان ذا جي اف ار. منطقيا انت سويت فلتريشن وبعد الفلتريشن رحت سويت ري ابزوربشن وبالتالي كميه اللي هو ايش اللي هو الكميه اللي بسم الله الرحمن الرحيم اللي قاعد بيطلع بالاكسكريشن اكيد اقل من الجي اف ار. الجي اف ار طلع منه كميه كامله من هذا الماده وهالكميه الكامله من هاي الماده صارت جزء منها ري ابزوربشن وجزء منها طلع لبرا او حتى مثل زي الجلوكوز انه طلع كامله لوين صار ري ابزوربشن صح؟ فور جلوكوز ات از زيرو يا اخوان المقصود انه زيرو البلازما كليرنس تبع الجلوكوز زيرو ان الري ابزوربشن تبعه از 100% ممنوع يطلع عندنا جلوكوز باليورين. واذا صار جلوكوز باليورين شو سميناها جلايكوز يوريا عمين بصير عند الديابيتس تذكروا. بينما عندك اللي هو الري ابزوربشن تبع اليوريا على سبيل المثال اتس 50% حيث ان 50% من اليوريا اللي قاعد بصير لها بسم الله الرحمن الرحيم فلتريشن 50% بصير لها ري ابزوربشن و 50% بصير لها ايش excretion. ممتاز. If a substance is filtered and secreted but not reabsorbed مادة صار لها filtration وراح نسوي لها secretion بس مش reabsorption
ايش المواد اللي ماده واحده احنا حكينا الماده واحده بصير لها فلتريشن وسكريشن مين هي البارامينوفيريك اسيد صح فبيحكي لك اذا انت سويت فلتريشن وسكريشن the plasma clearance is greater than the GFR in this case the volume of plasma cleared is greater than the GFR منطقيا انت GFR طلع لك كميه ورحت زدت هاي الكميه كمان من بيرتيوب لكابيلاريز وبالتالي الكميه طالعه في النهايه اكبر من GFR A well-known example in medicine is substrate called para-aminopuric acid or labarum PAH as it is freely filtered, not absorbed, and completely secreted. It's completely, إخوان, complete, كلمة completed بالparaminopuric acid جدا مهمة. حيث أن كلمة completely secreted إنه والله ما بظلش ولا إيش فيها بالperitubular capillaries. كل إيش بالperitubular capillaries بصير له secretion. The plasma secretion or the plasma clearance of the PAH is almost equal to the plasma flow to the kidneys. زي ما قلت لكم هشرحناها فوق ولا أتوقع في داعي إني أرجع عيدها. Around 600 milliliters per minute. حيث أن هذا plasma clearance تبع PAH قديش قيمته 600 milliliters في الدقيقة. Examining the function of the kidney GFR is done by calculating the clearance of purposely injected creatinine or in urine. يعني المقصود إذا إحنا بنقيس كمية اللي plasma clearance اللي creatinine or in urine اللي هي المواد اللي بتسوي filtration وبتطلع زي ما هي من دون لا reabsorption ولا secretion. هذا المواد شو بعطينا؟ عفوا اللي هي بعطونا فكرة عن إيش؟ بعطونا فكرة عن الجي أف آر ممتاز ولكن إذا إحنا بدنا نقيس البلازما فلو مين بنروح منقيس؟ منقيس البلازما كليرنس للبي اي اتش ليش؟ لأنه كمية البي اي اتش الجاية في البلازما فلو للجلوميريز في الأفرنت أرتريول تساوي كاملة اللي إيش؟ الكمية اللي قاعدة تطلع في اليورين اكسكريشن كيف؟ بأنه والله أنت عندك بالجلوميريز لا قاعد بسوي فلتريشن هذا بارامينوبيريك أسيد والإشي اللي قاعد بيطلع بالبيريتيوب الكابيلاريز كل البارامينوبيريك أسيد كمان بسوي سكريشن وبالتالي اللي قاعد بيطلع باليورين اكسكريشن كمية البارامينوبيريك أسيد بيطلع بالاكسكريشن نفسها اللي قاعدة تفوت وين؟ في البلازما فلو وبالتالي paraaminopuric acid احفظوها para p is for p plasma flow for the plasma flow is paraaminopuric acid بساعدنا فيه والplasma clearance of the creatinine and inulin بساعدنا في GFR concentration وهيك خلصنا المحاضرة والمحاضرة توقع شوية طويلة ولكن إن شاء الله طلعت منها فهمانينها وأي حد عنده سؤال جاهز إن شاء الله يعطيكم ألف عافية